وبذكريات الهاريس سونافول. أجواء متميزة جدا، الديربي المغاربي، الكاس عربية من جديد. هل تكون السادسة لتونس أم السابعة للمملكة المغربية؟ أجواء في حضور أكثر من 50,000 متفرج، بعد حرب التذاكر، بعد حرب التصريحات، بعد حرب البلاغات. اليوم الكرة في الميدان، والميدان الترجي، الترجي التونسي في ماضي ساعتين في لوس أنجلوس، في العاشرة متاع الليل بوقت لندن، في نصف الليل في بدايات موسكو، في الستة متاع الصباح في توقيت طوكيو، السبعة متاع الصباح في أستراليا في سيدني. جماهير مجنونة عاشقة للحمرة والصفرة، مهبولة بالكولور الأحمر والأصفر، تريد من الغول أن يحقق الانتصار الرابع في تاريخه بدوري الأبطال. دقائق وتنطلق المباراة. تقس كرة 18 درجة، سهرة رمضانية من أعلى طراز، أجواء كروية مغاربية بذكريات الدربيات. والكرة ستنطلق، والكرة بامبي بعد دقائق في استاد رادس. ما تمناه أن تكون المباراة عالمية، وأن يكون المستوى يشرف الكرة المغاربية، وأن ينتصر الترجي التونسي كممثل لكرة الوطن. خليناكم مع هذه الأجواء، مع هذه الرايات التي ترفع. الله على أحمر يطبع، الله على أصفر يصبغ، الله يترجي على اسمك لما يكتب. إن شاء الله يكتب كبطل إفريقيا في 2019. دير يا بقير وعودها، سير يا بدري واضرب، ركز يا دربالي، ألعب يا كابيتانو. عودة الخنيسي، الجول يا دور، هدف غايب في إفريقيا من جام في 2018 ضد إف سي بلاتينيوم. اليوم حتى كان ما يماركيش يلزم يعمل الرول متاع فينال 2018 ضد الأهلي، وقت اللي يخلي مساحات للمهاجم الثاني سعد بقير باش يدخل ويسجل أهداف. أجواء متميزة جدا، هي لحظات، هي لحظات. ويدخل الفريقين الاثنين في التونيل المؤدي إلى المجد، إلى قمة الكبار وفي سهرة الكبار، الوداد الرياضي. في النهاية رقم 4 ليه في تاريخه بالكاب شامبيونز ليج، يلتقي الترجي التونسي في اللقب الرابع في ثامن فاينل. فوز البنزرتي شيخ المدربين اليوم، يحتفل بلوكور أسطوري رقم 11. هذه هي الفينال رقم 11 للإف بي في تاريخه بالكؤوس الأفريقية مع أندية مختلفة، من النادي الأفريقي للترجي الرياضي للنجم الساحلي، واليوم في الوداد فاز بآخر لقب أفريقي 2018 في كأس السوبر مع الحمرة الودادية ضد فريق لو تو بويسون مازمبي. الترجي التونسي بذكريات 9 نوفمبر، في 6 شهور يلزم تكون اسمك الترجي الرياضي باش تعمل دوبل فينال في 6 شهور في تاريخ دوري ابطال افريقيا. برافو كوتش معين. الانطلاقه بكولور الاجداد الخضراء والبيضاء، هكذا انطلق الترجي في كولوره الاولاني الاخضر والابيض في عام 1919. الان الانطلاق، الان اللحظات، الان الانتظار والتطلعات كبيره. أرى الجمهور الذي بقي أسبوع على أعصابه، اللي بقى يستنى، اللي يتمنى في أنه نصف الليل وقت اللي يدق البيج بان في شارع الحبيب بورقيبة، الفريق التونسي إن شاء الله يا ربي يكون بطل إفريقيا. وكيما غنى وقال جمهوره، يا ربي يا علي ترجي كامبيوني. بكري قسما في 7 فينال في دوري أبطال إفريقيا. زفر الموسم هذا للترجي الرياضي مرتين في رادس، 2 بلاش على بلاتينيوم زيمبابوي، 1-0 في القمة الصعبة ضد مازمبي. والوداد لم يخسر أبدا مع صافرة الجامبي. البداية والأروع، دخول الفريقين للتونيل، دخول الأستاذ والتلميذ، رجل الماضي والحاضر فوزي، ورجل الحاضر والمستقبل معين الشعباني. إذا لحظات نمشيو للفاصل ثم القمة. الكرة باش تبامبي في رادس إن شاء الله في اتجاه لصاير.
لا هو البومبونيرا ولا هو المونيمونتال ولا استاد المرامبي في ساو باولو. هنا رادس يا سادة وأقوى جمهور الترجي الرياضي التونسي ينتصر بالمباراة على مستوى الجماهير في انتظار تأكيدها على الميدان، وهي التي تبقى وهي الدائمة والأهم. أجواء متميزة جدا، اللقاء ينطلق في لحظات. إليكم تشكيلة الوداد في ظل الغيابات. يلعب أحمد رضا تقناوتي على اليمين، القائد نصير على اليسار، يلعب العملود وسط الدفاع لاكسيال بتجربة الجيش الملكي لما كان في الفار، يلعب النهيري مع الشيخ إبراهيم كومارا الإيفواري رقم 4 الصعيدي جبران 24 في الارتكاز قدامهم الكارتي، يلعب بديع أوك على اليمين، إسماعيل حداد التيجي بي على اليسار، حسوني اختيار فوزي على التشكيلة اللي كمل بها العشرين دقيقة الأخرى ولعب على الكرة الثانية واللي أعطاته شانس أنه يرجع في الفينال. الترجي الرياضي التونسي، رامي جريدي على اليمين، دربالي على اليسار، بن محمد، شمام، كابيتانو، يعقوب، دالي، كوليبالي، فرانكوم، سعد بقير، وجه الخير، أنيس البدري، البلايلي، وطه ياسين. حكم المباراة قاسمة من غامبيا، الثنائي المساعد من تيرانجا السنغال، كامارا وسامبا. اللقاء سينطلق عند 10 ليلا بتوقيت تونس، 9 مساء بتوقيت المملكة المغربية. معين الشعباني بعد ان انتصر تكتيكيا في الماتش الاول على اقل 70 دقيقة الاولى في ماتش لالي، اليوم في الرتور كيف ستكون المباراة؟ الترجي الرياضي والانتظارات والتساؤلات، الانطلاق لازم نبداو قويين من الاول، ترجي لازم يحاول يسجل هدف من البداية ومن بعد يجاري الماتش. مهم جدا انك تبدا مهاجم ومن بعد سير المباراة على المراحل المطلوبة، لأنه أعتقد أنه فوز البنزرتي في أول الشوط سيلعب في الدفاع ويطيح البلوك ويلعب على المرتدات والكرة الثابتة. ينطلق لتاك حذاري، ضاعت الكرة مرة أخرى، فرانكوم يكسب الكرة للترجي، كولي، اذهب يا ضباب رادس، دير يا ضباب رادس، لنرى الصورة ونرى الأهداف الفاينل والقمة من جانب الترجي التونسي بإذن ربي. كرة تمشي لأحمد رضا تقناوتي، مهمة جدا البدايات، البدايات تسهل الخواتيم، مهمة جدا لون تام في الماتش هذا، في ماتش الفينال على المستوى المعنوي، نرعش، نرقل، نستنى في الجوارات كيفاش نشوفهم، نفس التركيز، نفس الإصرار، نفس التفوق في الثنائيات، لأنه الترجي في الرباط ربح بدنيا وتكتيكيا وفنيا القمة، اليوم ماتش آخر مهمة جدا، الكرة أكاد أرى الكرة، أكاد أرى وتظهر الصورة، والكرة عن طريق الحارس أحمد رضا تقناوتي، تمشي كرة رضا، كرة طويلة، الحارس الدولي في القائمة الأولية لير فيرونار. إذا الحداد على اليمين في الجانب المغربي، من جهة يسارنا بن محمد، ومن جهة الدربالي فما بديع أوك. تمشي الكرة مرة أخرى الترجية، كرة للفريق التونسي عن طريق بن محمد، بن محمد يلعب الكرة البلايلي، يمشي يوسف البلايلي، البلايلي بن محمد، بن محمد ترجع كرة الشمام، كرة من خليل، كرة طويلة والتماس للويداد. أسرع هدف سجل الترجي التونسي في نهاياته الإفريقية، دقيقة 17 في المنزه، بلها 94 ضد الزمالك، وكان وقتها الكوتش فوزي البنزرتي. ترجع الكرة مرة أخرى، المحاولة افتكاك الكرة من سعد بقير، تمشي كرة خطيرة، الكرة الأولى للفريق الودادي، وأول ضربة مرمى وركنية، ركنية للوداد. حذاري من الكرات الثابتة، حذاري من الكرات الثابتة. نعرف الترجي قبل برشا أهداف على الركنيات والمخالفات. الكرة الأولى للفريق الوداد، الهجمة الأولى لفريق الوداد، 3 دقائق لعب في الشوط الأول. تمشي كرة خطيرة الصعيدي، والكرة ترجع للترجي، يمشي الكونتر، لكن موجود النصير، يلعب الكرة مرة أخرى البلايلي، البلايلي في وسط الميدان، الحكم يقول لمسة يد. الحكم بكري قسما، لازم نركزوا على اللعب، لازم تركز على الطرح. دعك منه، دعه يمر، فلن يمر. ترجع الكرة مرة أخرى لفريق الوداد، 3 دقائق لعب في الشوط الأول، ما يسهل المباراة، الماتش الفينال الديربي يتلعب على الصعيد المعنوي الذهني البسيكولوجي المونتال قوي برشا. اليوم الضغط اللي كان على الوداد وحكيت عليه في ماتش الذهاب، اليوم على الأقل في البدايات يكون في على الترجي الرياضي. يمشي الكرة الفريق الودادي، وكرة سهلة لرامي جريدي، يرجع رامي بعد شهر تقريبا أكثر من الغياب، قام فيها معز بن شريفية بدور كبير، كان من فرسان وصول الترجي للفينال. تمشي الكرة ملعبة طويلة،
ترجع الكره للترجي هذه عن طريق يوسف البلايلي. يوسف البلايلي 3 دقائق لعب في الشوط الاول. كره من كولي. كولي هل يكون هدفك من ذهب يا كوليبالي؟ تمشي كره دربالي. دربالي يلعب كره انيس البدري. البدري البدري يدخل. البدري يمشي. البدري يقرب. البدري وخطا للترجي الرياضي التونسي. اضرب يا بدري اضرب. حبيت معز في ماتش اليوم، لماذا؟ من ناحيه الستات، من ناحيه الاحصائيات، الترجي لا يخسر امام مازيمبي ولا ينهزم امام الوداد. ومعز بن شريفيه حارس العرين اللي حضر الزسي، ثقتنا كبيره في رامي الجريدي للابداع، احسن لاعب في ماتش مونديال ضد غوادالاخارا اللي جابوا بركلات الترجيح. ترجع كره للترجي التونسي، مهم جدا. اذا بدري لاباس، اذا الخنيسي ترجع له حساسيه التهديف، اذا بكير في يومه ويطير، اذا البلايلي مفورم لا خوف على الترجي تونس. الكرات الثابته سلاح الفينال، هكذا كانت اهداف الرباط. اليوم الهدف يمشي من شمام، كره للحارس احمد رضا تكناوتي. ترجع كره النصير، النصير يعدي حذاري. ترجع الكره من عبد اللطيف النصير، النصير كره لاسماعيل الحداد، كره لاسماعيل، اسماعيل الحداد حاول يدخل من الوسط، بكير في واجباته الدفاعيه، يرجع الخنيسي في الديفونس. مباراه الساكريفيس والتضحيه يا رجال. ترجع الكره مره اخرى، وداديه بيضاويه مغربيه عن طريق ليفواري الدولي، كومارا الشيخ ابراهيم يلعب جبران، مهم جدا حذاري من جبران، عنده ستيل متاع الشعلالي في الترجي التونسي. ترجع الكره مره اخرى عن طريق النصير. والنهيري، النهيري الغايب عن ماتش الذهاب، يمشي كره جبران، كره من جبران. مباراه وسط الميدان، معركه الوسط، يرجع كره يحيى جبران، واحد اثنين وكره للوداد. كره تمشي من جهه الدربالي، تلعب الكره مره اخرى، موجود داني يعقوبي، وكره للوداد. 5 دقائق لعب في الشوط الاول، مباراه حذره، مباراه تكتيكيه في البدايه. يمشي بالكره بديع، اوك بديع، حط الكره مره اخرى، والجمهور الودادي سمع صوته، وداد وداد. ترجع الكره عن طريق وليد الكارتي، وليد الكارتي، والكره برا اوت للترجي التونسي. 6 دقائق لعب بالضبط، مشاو 6 مازالوا 84. ما نرتاح كان الترجي يسجل، ما ترتاحوا كان الترجي يجيب الثاني. مباراة مؤسسة، مباراة الموسم، مباراة القرن، مباراة 100 سنة من أجيال ورجال، مباراة الشامبيونز الرابعة يا دلي. يعقوبي حط الكرة للترجي التونسي. شمام تمشي كرة طويلة من شمام، يلعب الكرة وفي خطأ، حكم قال فاول لمصلحة الترجي ضد عبد اللطيف النصير. خطأ على النصير. إذا كوم لاباس وكولي في الوسط، معركة الوسط اللي كسبها الترجي ذهبا يلزم يعاود يربحها في الإياب. ترجع الكرة كوليبالي، يمشي الفيل الإيفواري، حط كرة سامح الدربالي، سامح الدربالي. الوداد لم يخسر في نهاياته الأربعة الإفريقية الأخيرة. 1-0، 1-1 مع الأهلي، 1-0 السوبر على مازيمبي، 1-1 معانا الجمعة اللي فاتت في الرباط. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الودادي. الوداد اللي في هذه النسخة آخر خسارة في الشامبيونز ليج كانت ضد أساكا بيجان في مارس. فريق في آخر 6 مباريات ما خسرش ولا مات في الشامبيونز ليج. ربح 3 وتعادل 3 وقبل كان 2 بونتو. والكرة تمشي على طريق البدري، ممتاز البدري، البدري خرج كرة خطيرة وكومارا، والضغط للترجي، والعرضية عدي عدي، وفي خطأ رفع رجل الحكم قال العب، يمشي كوم شوت ويشوت كوم، والكورنيرا والسيمتر للوداد. باهي الترجي الرياضي. الوداد اللي في 4 مباريات الأخرى اون ديبلاسمون خارج الديار لا يقبل هدف للشوط الأول. ضد لوبي ستارز في نيجيريا، ضد لاسيك في ابيجان، ضد حوريه في كوناكري، او ضد سان داونز في جوانسبورغ، الفريق المغربي ما قبل ولا هدف في الشوط الاول. والعمده الكل على هذا الشوط الاول باش ما نقعدوش على اعصابنا في الفتره الثانيه. الماركي ومن بعد الجيريو، والكره تمشي، قادر الترجي يسجل، الضغط يبدا، تمشي كره طويله كومارا، عندك يعقوب باهيه، كره ثانيه اخذها المعلم، يمشي ليفواري الفيل، والكره ترجع، دربك وارتباك، كره من النهيري، كره ثانيه رد بالك، الديتونت
والروبورد بالك عالية ترجع كرة ترجي باية ترجينا امشي وان شاء الله لا يخيب ترجينا والكرة تمشي من اليمين لليسار يتقدم بن محمد أيمن بن محمد تسعة دقائق في اللعبة تسعة دقائق في الفينال يمشي فرانكوم في خطأ فاول ضد اللاعب وليد الكارتي خطأ على وليد فاول يستفيد منه الكاميروني ترجع كرة البلالي يمشي البلالي يوسف البلالي كرة من سعد بقير ترجع كرة من سعد بقير يوزع كرة والدفاع موجود والكرة ترجع مغربية حذاري حذاري كولي يمشي كولي والكرة تبقى ودادية في خطأ فاول الوداد خطأ للوداد يستفيد منه بديع عوض الخطأ موجود الفاول صحيح لمصلحة الوداد الرياضي الوداد الرياضي في رابع نهائي خسر 2011 من الترجي فاز 92 على الهلال السوداني وفي 2017 على النادي الأهلي أول انذار في الفينال في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول فوسيني كوليبالي يقول له راه أول مرة يا قاسما قاسما يلزم تصفر أيضا المرة الأولى على الوك تمشي كرة ملعوبة للفريق الودادي كرة تمشي للوداد عن طريق كومارا الضغط الضغط تخليص يا الله ترجع كرة من الشيخ ابراهيم كومارا كومارا دولي مع الافيال سيشترك في كان مصر 2019 مع الفيلة تمشي كرة طويلة الكرة الطويلة للحسوني وكرة لفريق الترجي التونسي اون دو واحدة ثلاثة وين الرابعة ترجع للترجي فوسيني كوليبالي رد بالك كوليبالي امشي كولي 55 عليك يا قمقوم يا دمدوم لونك يرعب كولورك يسحر يخافوا منك يا غول ترجع الكرة للفريق الودادي مباراة الكرات الطويلة دوزيام بال مهمة جدا في طرح الليلة ترجع الكرة مرة أخرى اسماعيل في غياب نجم اسماعيل يلعب الكرة الناهيري الناهيري تمشي كرة ملعوبة طويلة الناهيري ضايعة سهلة لحارسنا رامي الجريدي ترجع كرة من القائد شمام شمام يلعب كرة طويلة تمشي ليوسف البلالي حلوة حلوة من الجزائري يلعب كرة طويلة بعيد على نيس البدري فكرتها ممتازة من يوسف البلالي بداوا الأولاد يتحروا من الضغط والبريسيون الكبيرة في الفينال إن شاء الله الشوط الأول يمشي كما نحبه بياس بقية الترجي يا ربي كرة ترجع من العملود أكيد فوز البنزرتي خسر قيمة النهائي في الكولوار جوش هو هداف الفريق في مسابقة العام خمسة أهداف كرة ثانية ترجع للترجي باهي الكرة وسط الميدان خذها خذها فوساني كوليبالي يلعب الكرة بقير هاي بقير سعد كرة ضايعة وترجع الكرة ارتباك من الجانبين وخوف من الجانبين وحذر من لاعبي الناديين والكرة للرضا دكناوتي كرة لأحمد رضا يلعب الكرة دكناوتي ترجع كرة بن محمد بن محمد ناخذه في الوسط باهيه باهيه الكره كوليبالي كوليبالي رد بالك رد بالك امشي يعقوبي يعقوبي حط الكره الرامي طمني يا رامي رامي جريدي يلعب كره بمبدا السلامه في التماس الرميه الجانبيه لفريق كازابلانكا الوداد المتاسس 1937 الوداد اللي يقترب من بطولته رقم 20 وعنده مات في صارة ثلاثه ليله العيد مهمه جدا للقب المحلي ضد خريبكا في استاد دونر ترجع الكرة عن طريق النهيري النهيري يمشي النصير كرة من النصير النصير في وسط الميدان ترجع الكرة النهيري 13 دقيقة لعب في الشوط الأول 0-0 كرة من كومارا يمشي لبواري الشيخ إبراهيم كرة من الشيخ إبراهيم يلعب الكرة جبران جبران تحط الكرة لصلاح الدين السعيدي يلعب الكرة مرة أخرى النهيري الكرة الطويلة رد بالك ترجع الكرة مرة أخرى كرة للحارس تيغناوتي المعركة في وسط الميدان مباراة تكتيكية فوز البنزرتي النهائي رقم 20 في المسابقات الخارجية
هو 11 في القارة الأفريقية. يضغط فرانك كوم، يمشي الدبابة كوم ضاعت منه والكرة ترجع لبال كولي، كولي بالي فماش فاول، يمشي الكونتر اتاك. يا بلالي امشي يا بلالي، والكرة من يوسف، يوسف بلالي حط الكرة بكير بكير، السونتراج يا توش يا سعد، الكرة لرجل النهايات، يلا يا بكير. ممتاز هذا المدافع الإيفواري. ترجي يلزم اولا في هذا الشوط ما يفكرش في الزيرو زيرو، يلزم يفكر في الربحة. الكرة في ركنية للترجي الرياضي التونسي، كرة من بكير، الكرة الثابتة ياما صنعت فينالات وياما جابت اهداف. في الذكرى هدف بلها للزمالك، هدف كولي في الرباط، في الطائر هدف برج العرب اللي يجري بالراس في مرمى الاهلي. الكرة الثابتة ياما صنعت انتصارات للترجي الرياضي في افريقيا. ترجع الكرة بلالي، يمشي يوسف البلالي، لا ادري لماذا الترجي يلعب الكورنيرا دوت، يلعب الكره ديريكت، الكره بدمها والكره بحسابها والكره تمشي. طه ياسين الخليصي ضيع منه في اخر لحظه. معين يستقر على خبره الخليصي بدل جونيور لوكازا النيجيري لوكوزا. ترجع كره من عملوت، كره بالراس كوم، 262 هدف تسجلوا في تاريخ نهائيات كاس الابطال، الركور للاهلي 30، الترجي مساهم ب 14، والوداد عنده 5 اهداف. اكثر فريق مغربي سجل في فاينل الشامبيونز ليج الوداد، والترجي رقم واحد في ركور تونسي ب 14 هدف. اولها برخيصه وليس اخرها، كوليبالي ترجع الكره مره اخرى، الكره طويله، يلا فيق على الكره طويله، هذه جوك، اضرب يا دربالي، كره من سامح الدربالي، فما خطا يا قسامه، هو الحكم الجامبي يقول كره في الدوش لبديع اوك، كره من بديع، ترجع الكره مره اخرى عن طريق جبران، كره من جبران فكت الكره، امشي الترجي، صيب كره كونتر اتاك، واحده جيبوها صحيحه يا الاولاد، امشي بكره البلالي، يوسف البلالي، يوسف البلالي، اهيا اهيا يا يوسف، اهيا يا يوسف، اهيا، كره على طريق كوم، كوم جاب الكره، والكره في الدفاع، كومارا ممتاز، وترجع الكره كولي، يرجع الوحش كولي، امشي كولي بالي، فوسيني، الترجي اقوى في البدايات، والكره تمشي لهز الشباك، العرضيه، وين الكره؟ والراسيه الاولى من طه ياسين الخليصي. حذاري نرجع الريبلي، نرجع عندك، عندك يا معلم، عندك يا كبير، خبرات السنين، خامس فاينل لخليل الشمام في دوري الابطال. ترجع كورة احمد رضا تقناوتي، تقناوتي عندك شمام، والكرة في التماس، اللعب على المضمون، مباراة شعارها كل واحد يلعب كورته مضمونة، ما غير حتى ريسك. ترجع الكرة ودادية، كرة للبيضة عن طريق الهجوم، يلعب الكرة الأطراف، واحد يقدم ما يسنترش، كولي رد بالك، إيش تعمل؟ كرة خطيرة، عرضية أخرى، صعبة الكرة والشوطة برا، رد بالك عاد، ما تبداش توخر وأنت تدافع، حذاري، كرة كانت من النصير، خطير عبد اللطيف النصير، يلزم الوداد يبقى تحت الضغط ما ياخذ ثقة. 17 دقيقة لعب في الشوط الأول، أرقام الديربي المغاربي في فينال الرباط يتكلم عن 16 مقابل 10 محاولات هجومية في أفضلية الترجي، رغم أنه لعب الاكستيريور على الكرات كادري 4-2 للترجي، الركنيات 6-2 للترجي، ولذلك الملاحظين قالوا أن الترجي ممكن تظلم في النتيجة النهائية على خلفية أيضا نقص العددي للنقاش. الوداد هدف مهم جدا، الكومار يخلي في التيتر ويخلي في الكورس، والكرة ترجع عن طريق البدري، كرة من بدري، كرة من أنيس، أنيس والكرة بعيدة على بكير، ترجع الكرة مرة أخرى، يضغط أنيس البدري، باهية باهية، ضغط البريسينج، طريقة فوزي، نحاربوا أبيه اليوم، وكرة خطيرة، اخرج 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 وحدك يا رامي، رامي رامي رامي، والكرة عن طريق الجريدي. 18 دقيقة لعب في الشوط الأول، 0-0، كولي بالي اخر نهائي حصل فيه 0-0 في نهائي الشامبيونز ليج 2011 في نوفمبر، الوداد الترجي في كازا. من وقتها 16 ماتش في فينالات الشامبيونز ليج الكلها اهتزت فيها الشباك. ترجع الكره تقناوتي، يمشي احمد رضا تقناوتي،
مباراة ما زالت 50-50 والكرة ترجع وسط الميدان عن طريق سعد بقير. باهي يا سعد، باهي يا سعد منور يا بقير، والكرة ترجع للترجي خطير عن طريق الهجمة. الكرة من بدري، يمشي البدري، يمشي البدري، يدخل البدري، حط الكرة البلالي، كرة من يوسف، يوسف البلالي، كرة من يوسف، يمشي يوسف سايب كرة، يلعب فرانكوم موسانداو المساعد لفوز البنزرتي وجه في دفاعاته، والكرة ترجع للترجي الرياضي. الشوط الأول وداد لن يغامر، لابد من استثمار الفرصة واستغلال الظرف يا ترجي. والكرة تمشي عن طريق الصعيدي، كرة من الصعيدي طويلة بعيدة على الحداد، بعيدة على الحداد، حط بدك يا كابيتانو، كرة عن طريق خليلو شمم. ترجع كرة عن طريق وسط الميدان، كرة ضايعة من الدربالي، ترجع الكرة عن طريق بادي عوق، بادي عوق يخسرها الفريق الودادي من رولة، يضيعها الترجي في الثانية، ترجع عن طريق الأسمراني لبواري، الشيخ كومارا، إبراهيم كومارا، يلعب الكرة لاكسيا الآخر، ناهيري، ناهيري تمشي الكرة وليد الكارتي، وليد الكارتي يلعب الكرة نحيالو، والكرة تمشي لرضا تقناوتي، كرة من أحمد رضا تقناوتي. كرة من رضا تقناوتي وكرة في التوش للترجي التونسي، بداية ممتازة للترجي الرياضي. سيناريو الريبات قاعد يتكرر على المستوى التكتيكي وعلى مستوى الأفضلية للترجي في وسط الميدان. كل كرة كل فرصة بدمها، لذلك الترجي مطالب باستغلال أنصاف الفرص في ديربي تونس المغرب للمرة 12 الفينال في الكؤوس الأفريقية بين تونس والمغرب. المغرب ربحوا 6 كؤوس قدامنا واحنا 5، من 2010 4-1 للمغرب، ومن 2011 3-0 للمغرب، خسر فيهم الترجي ضد المغرب الفاسي والرجاء في مرتي السوبر. والكرة للترجي السوبر في هذه النسخة الأفريقية، يتقدم الهجوم بكرة عرضية، ترجع الكرة عن طريق البلالي وفي لمسة يد يوسف. جاء وقت اعتقد ان الترجي يحقق انتصار على فريق مغربي باعتبار ان الترجي لم ينتصر في 3 مواجهات اخيره ضد انديه الاشقاء، ضد المغرب الفاسي، ثم ضد الرجاء في الدوحه السوبر، ثم التعادل في الرباط بمناسبه فينال الشامبيونز ليغ هذه النسخه. ترجع الكره براس الحسوني، عندك الكره ترجع من يعقوبي، كره طويله تمشي للترجي الرياضي عن طريق طه ياسين، الخليسي قاتل على الكره، يرجع الخليسي في الضغط، حط الكره طه ياسين، الخليسي، الخليسي حط الكره خطيره، تلعب الكره، الترجي ضيع الفرصه، والمطالبه بلمسه كولكير، اذا فيها فيها فار، والفار متكلم به جاني سي كازوي، خلينا نشوفوا اللقطه، عندك الحق ولا لا يا بكير، عندك الحق ولا لا يا بكير، كره بعيده برشا يا سعد، كره بعيدة برشا، كرة بعيدة من هذه الزاوية من كنت تظهر، كرة بعيدة برشا، أوه طلع ايديه، طلع ايديه جبران، ولكن ما فماش العودة للفار. بالنسبة لباكاري قاسمها ثابتة، كرة طويلة وبعيدة، ما فيها أدنى شك بالنسبة لكرة سعد. 21 دقيقة انتصف وقت الشوط الأول، السكور مازال 0-0، والكرة للترجي الرياضي التونسي على خط على فاول ضد الحداد ضد إسماعيل. ترجع كرة دربالي، دربالي هذا وقتنا، هذا وقتك، الشوط الأول باش نرتاحوا. ترجع كرة سعد مقير، سعد مقير يلعب الكرة للترجي الرياضي التونسي، يمشي كرة سعد مقير في دار الدفاع، حاط الكرة دربالي، 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 يلعب الكرة دربالي حلوة، أنيس البدري، أنيس البدري ما مشاتش معاه، والكرة ترجع عن طريق السريع القطار إسماعيل، الحداد ومعاك الترجي يا سمعة، ارجع الكرة كولي، وحش الترجي كولي بالي، ترجع الكرة ترجية تونسية وسط الميدان، كرة لفريق العاصمة، الدم والذهب من يعقوبي لخليل شمام، شمام حط الكرة فرانكوم، كرة الفرانكوم تلعب الكرة، المباراة النهائية رقم 15 في الكؤوس الأفريقية للوداد، اليوم الوداد يعادل رقم الجراد الأخضر الكبير الرجاوي، 15 فينال في المسابقات الأفريقية، كرة ترجية تلعب الكرة،
طبعا اقول عدد المباريات وليس النهائيات باعتبار مباريات الذهاب والاياب. الكره من فرانكوم، فرانكوم يمشي فرانك، خميس عليك يا كوم، نظف المنطقه يا كوم، عدي يا كوم، راوغ يا كوم، تمشي كره للترجي الرياضي، فنين ولاد نخير، والكره تمشي من فرانك يا معلم يا كبير، يمشي دبابه الكاميرون، تمشي الكره عن طريق الكاميرون، يلعب الكره خطيره هي للترجي الرياضي البلاني، والكره كانت مع نيس ونيس اوت. الترجي الرياضي قاعد يمشي قدام، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب في هكذا نهائي، في هكذا ديربي، بهكذا صراع، بهكذا حلم، بهكذا امل، لهكذا طموح، بهكذا بطوله. ترجع كوره لاحمد رضا التقناوتي، احمد رضا التقناوتي يمشي بالكوره لمن؟ عندك در الدربالي، ترجع كرة بالراس ياخذوها اولادنا، وسط الميدان يتفوق، فرصة للترجي الرياضي، والكرة تمشي كومارا، كومارا الكرة العالية، صفات، ارجع بالراس الأولى، خذ الثانية عندك، رد بالك، برافو، برافو أي روح، أي رغبة، أي جرينتا، أي رجولية، أي رجال، ترجع الكرة كوليبالي، كوليبالي حط الكرة دربالي، دربالي يمشي، صرح، حرر يا دربالي، حررنا يا دربالي، سنتر يا دربالي، وكومارا، يلعب كومارا، ترجع الكرة من جبران. يلعب الكرة يحيى طويلة، حذر، شو عنا عندك، رد بالك، رد بالك، والكرة ترجع منكم، رد بالك، ما ننساوش رواحنا القدام، ترجع الكرة باهية برشا، الترجي أقوى لحد الآن، والكرة تمشي مرة أخرى على اليسار، جريها له، عاودها له، عاودها له، عاودها له يا بكير، عاودها له، يمشي سعد، حط الكرة كولي، فوسيني، جاب الكرة بدري، بدري للدربالي، دربالي سامح، سامح لنيس، أنيس، يلعب الكرة الترجي التونسي على الأطراف، توازن بين الكولوار اليمين والكولوار اليسار، الشيرتين يخدموا مليح، يمشي فرانكوم، حط الكرة، يمشي البلاني، يمشي البلاني، حسن فاول يا يوسف، حسن فاول يوسف، فكر في المخالفة، الكرة طويلة، رد بالك، رد بالك، ارجع يا ستار يا مان على اختار يا يعقوب يا دلي، والكرة ترجع عن طريق الدربالي، يمشي الكرة السامح، فترة من اعصار الترجي التونسي، فرانكوم الوداد في وسط ميدانه، الوداد محاصر في نصف ملعبه، الكرة من كولي، يمشي سعد بكير، كرة لفرانكوم، يلعب الكاميروني ايمن بن محمد، 25 دقيقة لعب في الشوط الأول 0-0. شمام، كرة من فرانكوم، خليل، يعقوبي، أمامك الأرقام، التفوق الرقمي للترجي الرياضي تقريب 60% بوسيسيون، والكرة ممتازة للترجي الرياضي، باهية، باهية بدري، باهية بدري، أعطيه، أعطيه، أمشي يا دربالي، عرضية وركنية للترجي الرياضي، بابا بابا بابا، خميس عليك، خميس عليك، الترجي الرياضي يحاصر الوقت، ترجع الكرة ممتازة جدا للعرضية، والشيخ إبراهيم كومارا في الركنية، ترجع الكرة عن طريق البدري، عند البدري، يدخل البدري عرضية، والدفاع من صلاح الدين السعيدي، يرجع بالكرة دربالي، كرة من دربالي، يمشي سامح، يمشي سامح الدربالي، تحط الكرة سعد بقير، سعد بقير، والترجي قاعد يطير، قاعد يسير، والكرة ترجية تونسية من كوم، كوم يمشي الشمام، كرة من خليل، خليل الشمام فرانكوم. ترجي إن شاء الله يترجم هذه الأفضلية إلى صياغة البند الأول، أنا البطل يا أحمد، ترجع كرة ترجية، يمشي سعد بقير، كرة من سعد، مباراتك يا سعد، تتحط الكرة مرة أخرى، الكرة لمن؟ للتماس للفريق التونسي، كرة للترجي الرياضي، منتظر هذا الانكماش الدفاعي، هكذا يلعب فوزي بن زرتي أون ديبلاسمون في هذا الموسم الأفريقي مع الحمرة الوداد، ترجع كرة البلالي. البلالي بقير، كرة من البلالي، سعد بقير، فوسيني كوليبالي، يمشي نيس البدري، تحط الكرة كوليبالي، دارت مليح، ترجي ممتاز، والانطلاق، يلعب كرة ترجي، يضرب كرة، يهرب، حقيقة خطيرة، الهربة، 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 وين الضربة لمسة يد، فما لمسة يد، لا، الحكم قال العب، والكرة من الحداد، والتماس دي ما فما شيء، ترجع الكرة للترجي الرياضي، يا دربالي، كليناهم يا دربالي، كليناهم يا دربالي، يمشي بالكرة، الترجي خطيرة، والكرة للهدف الأول، دقيقة أحسن دقائق الترجي في دوري الأبطال يا سادة.
ترجع كرة باب على الروح. اي 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 على الروح يا السمام الكابيتانو. تمشي كرة طويلة، رد بالك، عندك حذاري. اخرج 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 اخرج. ما خرجتش او خرجت، طلعت كرة برا، طلعت الكرة برا. اسمع الحداد، رد بالك المرة الجاية يا دربالي، ما تتبلانجاش يا دربالي، ما تتبلانجاش وما تتبلانتاش يا دربالي. والكرة ترجع لسامح. هذا هو الترجي الرياضي، هذا هو الترجي الرياضي، ترجي حياته ميدان، الترجي ينتصر عن جدارة واستحقاق، الترجي بطولاته تحكي عليه، تاريخه وامجاده، تاريخك يشهد بيك ما نتكلمش، جمعية عريقة اللي قالها ما كذبش. كرة من سامح الدربالي، سامح الدربالي على فترات انهبت رياحك فاغتنمها يا مكشخ. لحد الآن الترجي أفضل، ولكن الوداد مازال حي، الوداد مازال في الفينال، مازال يناجي وينادي كأس أفريقيا اللي إن شاء الله تبات في تونس. كرة من شمام، يمشي خليل شمام، خطأ واضح. لحد الآن الحقيقة تحكيم ممتاز من بكري قسمة، خطأ يستفيد منه النصير عبد اللطيف. الكرة ترجع للفريق الودادي. نشوف في أول نصف ساعة أن الغيابات على الترجي لم تؤثر كما هي شكل الغيابات المؤثر على الفريق الودادي. رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد يحضر المباراة مع رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الملغاشي أحمد الأحمد، ورئيس الجامعة التونسية وديع الجري، وطارق بوشماوي عضونا في الفيفا. والكرة للترجي الرياضي ممثلنا في الميدان، والكرة تمشي حلوة يا خليسي، خذ الثانية. ركز لي عادي يا سعد، ركز لي عادي يا سعد، ركز لي يا رجل الفينالات، يا هداف النهايات. اسألوا فيصل عمان الأردن، واسألوا الأهلي القاهري والشناوي. هذه جاتك تقريب مش نفسها، لكن في قسنطينة ضد السنافر. وتحية للأشقاء، الجار الوفي، الجار الحر الجزائري اللي جاب جمهوره، خاصة السنافر لمشجع قسنطينة اللي جاوا بالعشرات ليساندوا ممثل المغرب العربي الترجي الرياضي في مواجهة أيضا فريق مغاربي هو جارنا الكل الوداد المغربي. امشي كورة، اضرب الراس، يضرب الراس، الكورة الثانية، حاط الكورة في التوش، في التوش، في التوش، حط بدنك، لا بديع جابها اوك، تبادل مراكز بين بديع والحداد، حداد يجي من جهة الدربالي الآن، يمشي بديع يعمل ثيت بن محمد، هذا ايمن حسوني من غير اخطاء، من غير فاولات، حذاري من الدوزيام، والكره طويله ترجع بالراس، خذها يعقوبي، برافو الاولاد، يمشي فرانكوم، معلم معلم يا يعقوبي، معلم يا يعقوبي، يعقوبي يغيب عام ويجي في الفينال، وبرافو الكابتن خليل شمام. عام 94 الكاس الغالية بقيادة فوزي بنزرتي كانت مرفوعة من كابتن اسماعيل بن ناجي. عام 2011 الترجي بطل افريقيا، و2018 رفعها خليل شمام، فليحتفظ بها سنة أخرى داخل الديار. الكرة للترجي. الوداد يواصل النجاح الدفاعي، ولا هدف يقبله في الأشواط الأولى بآخر أربع مباريات شامبيونز ليج. في فاول، في خطأ، كرة ترجع تونسية، في خطا يستفيد منه البدري. هل كانت تستوجب ورقة صفراء على العملود أم لا؟ لن نتكلم كثيرا على التحكيم، ولن نقف كثيرا على التحكيم. الآن الكرة في الميدان، تركيز وإصرار وجرينتا، خرج الجرينتا اللي فيك يا بدري. ترجع كرة لنيس، نصف ساعة لعب في الشوط الأول، صفر لصفر. التنبيه على موسى نداو، يسلكها في ورقه يا نداو، اسد الترنجه بطل افريقيا في جيل 92 مع الحمره الوداديه. ترجع الكره عن طريق دربالي، دربالي اكثر فرق المغرب العربي فوزا بدوري الابطال، الترجي والرجاء 3-3، الوداد عنده 2، يحب يدخل على خط الترجي والرجاء، والترجي يريد الرابع على الاقتراب من مازيمبي والزمالك. كره عندك في الوسط، لا فما خطا، فما خطا في وسط الميدان. 32 دقيقة لعب في الشوط الأول، 0-0، 18 درجة مئوية، مباراة ممتازة في ليلة فذيلة، مباراة للتاريخ لكل فريق الترجي والوداد. خمسة ألقاب أفريقية في جراب البنزرتي، 2 مع الترجي و2 مع الإتوال. والكرة خطيرة، حذاري
الحضاري والحارس يا ستار يا ستار. الوداد صعب، الوداد صعب، الوداد خطير، اخطر الكرة. وبرافو رامي، برافو رامي، برافو. يمشي العملود، العملود، الكرة برا اوت، رمية مرمى للترجي الرياضي. الله 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 الله. اثنين في وقت الحديث عن القاف فوزي. كرة خطيرة جدا، مراوغة ممتازة جدا، التسديدة والهربة. يضرب كرة وليد الكارتي هداف الفريق في ماتش الفاينل ضد الأهلي، ولكن رامي كرة تدخله في الماتش، وكرة تأكد أن الترجي بحراسها، سواء كان معز أو رامي جريدي اللي وقف هدف فوق مجرى اللعب للأحمر المغربي الوداد الرياضي من البيضاء. حذاري حذاري حذاري. 33 دقيقة لعب في الشوط الأول. مباراة أعصاب، مباراة تركيز، يلزم نحتاطوا التالي. أحسن سيناريو الترجي يسجل. ترجع كورة على خطأ للفريق الودادي. خطأ لفريق الوداد البيضاوي. مباريات الترجي والوداد عددها 7 في دربيات البطولات الإفريقية. انتصر الترجي مرتين وتعادلوا 4 مرات وفاز الوداد مرة واحدة. سجل الترجي 8 أهداف والوداد 6. ديما هذه المباريات كانت حاسمة ومصيرية. والكرة تخرج تماس للترجي الرياضي التونسي. دائما مباريات الوداد والترجي تكون بهكذا إثارة. نهائي دوري أبطال العرب 2009، الترجي ربح بالدبابة إنرامو في كازا والإياب 1-1 في ماتش صعيب برشا. حقق فيه الترجي البطولة في الدقيقة الأخرى ببينالتي دراجي. ثم كان فينال 2011 0-0 في كازا، واحد بلاش أنا هاري صنافون. ولقاد العام 1-1 في الرباط. مباريات القطبين في قمة الفريقين كل في بلده وفي القارة السمراء دائما كانت بطعم الإثارة. يمشي كوليبالي، ممتاز فوسيني، فوسيني، والكرة بعيدة، الكرة بعيدة، ما فيش خطأ. يقول بكري قسما، الكرة ترجع مرة أخرى عن طريق الفريق البيضاوي. كرة الوداد 35 دقيقة لعب في الشوط الأول، 0 الترجي 0 الوداد. كرة ملعوبة طويلة والكرة ترجع. حذاري من هذه الكرات، حذاري باش يعاود معاه. ترجع الكرة مرة أخرى وليد الكارتي، وليد الكارتي، وكرة لفريق الترجي التونسي. متسقيك متسقيك، تمشي كرة من يعقوبي، يعقوبي، فماش خطأ. حذاري حذاري من هذه الفوات الفردية. والكرة ترجع ودادية، تضرب الكرة الوداد. الآن هي دقائق الوداد. العرضية خطيرة، الحسوني بالراس. الله عليك يا رامي، الله عليك يا جريدي. كرة من رامي جريدي، لابد من الهدوء والتركيز. الوداد في اخر دقائق يطلع البريسينج والضغط. الوداد يطلع البلوك الفوق بالنسبه لفوز البنزرتي. دقيقه 30 منعرج اخر وفتره جديده في الفينال. الوداد اخطر، الوداد يهدد مرمى الترجي، والوداد بضغط عالي. يمشي كوم، ممكن يلعبوا على المساحات الان، ممكن الاتاك بلاسي ما جاتش، ممكن يجي الكونتر. يمشي بالكره عن طريق البلايلي، البلايلي، انت رجل مفتاح النهائي. يمشي بالكره بدري، يلعب البدري، 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 حط الكره حلوه ويعرف فيها البلايلي. والكره خطيره يا يوسف، الكره خطيره يا يوسف. 36 دقيقة، الترجي يرجع ويرجع ينبه الوداد. أنا الترجي يا وداد. شوف الباس ممتازة جدا، ممتازة جدا في ظهر الاريير النصير، في ظهر الظهير عبد اللطيف النصير. هذه ممكن كانت بشكل أفضل في الزاوية الأخرى، الزاوية على اليسار، الزاوية الثانية يا بلايلي. خطأ للترجي التونسي. 37 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة 0 الترجي 0 الوداد. ترجع الكرة من محمد علي اليعقوبي، يلعب الكرة الترجي من الدربالي الشمام القائد فريقه. فرانكوم، فرانكوم يلعب الكرة الشمام، شمام كرة البلالي، البلالي. الترجي متفوق بالنقاط والكرة ترجع على خط جديد للترجي الرياضي. استثمار الكرة الثابتة، استغلال الكرة الثابتة، استغلال هشاشة الدفاع المغربي الودادي في غياب داري يا بنزرتي. خطأ موجود ضد اللاعب السعيدي أو 24 جبران. الكرة للترجي الرياضي. 37 دقيقة لعب في الشوط، 0-0 في الديربي، الديربي الكبير، الديربي المثير. الترجي ضد وداد خطير اليوم. كرة من البلالي، إن شاء الله فيها خير. في العادة الكرة الثابتة هذه الحبة اللي ينفذها الشمام أو بكير.
تارز الكرة للترجي، من سيمثلنا في هذه الكرة الثابتة؟ يمشي الكرة، لابد من استغلال الراسيات. وينو المطرقة دليل يعقوبي؟ ديفياسيون على البوتو، ويطلع واحد ويحطها. ترجع الكرة بالراس، حتى والركنية كلاكات من دقناوتي. دقناوتي العملاق خارج الكرة. على فكرة نقطة ضعف دقناوتي الكرة اللوطة، الكرات الأرضية شطور يا أولاد اللوطة. اللوطة كيما شوطة البدري في الرباط. ترجع الكرة للبدري، كرة البدري، هدف الآن في وقت مناسب جدا من الناحية المعنوية. ترجع الكرة سعد بقير، اظهر يا بقير، بان عليك الامان يا دربالي. الدربالي يعطي الصوت، ويني الراسيه والدفاع، والكره خطيره والهدف يضيع. الترجي كان قريب من هز الشبكه. حذاري المرتده، حذاري، يرجع الترجي الرياضي ما يعديش. رد بالك، عنده كونتر، فما خطا، فما خطا لمصلحه الحسوني. فاول لايمن الحسوني. حذاري واحد من اللاعبيه كان مطالب هو يكمل مع الحسوني، لانه كولي عنده انذار، ولكن متفرج فارس. كرات الفوق لا يا الاولاد الا اذا كره ثابته. سنتراجات اللوطه، اللوطه شوط اللوطه، وتفكرني شوط اللوطه ورحم على والدي. ترجع الكره مره اخرى للوداد الرياضي. 89 دقيقه لعب في الشوط الاول، النتيجه بيضاء 0-0. عندك ما نفهمش باهيه، والكره ترجع مره اخرى، كره عن طريق الدفاع، يلعب جبران. هذا يحيى، يحيى جبران، نرجع نضغطوا، ما زال دقائق لنهايه الفتره الاولى. الكره ترجع الوداد مره اخرى، ما ياكلش بونتو في الميطان على الاقل لحد الان. ترجع الكره تقناوتي، تقناوتي هديه يا رضا، هديه تقناوتي عندك باهي بن محمد. والكره في التماس للوداد الرياضي. 39 دقيقه لعب في الشوط الاول، 0-0. ديربي مثير، ديربي ساخن، ولقاء كما هي عادات اللقاءات التاريخيه بين تونس والمغرب. وللنتيجة الطاغية في مواجهاتنا مع الأشقاء هو نتيجة وسكور التعادل. يرجع بالكرة عن طريق كومارا، يمشي الشيخ إبراهيم كومارا، يلعب الكرة والتوش للترجي التونسي. يلا الأولاد، يلا الأولاد، كلمات السر الثلاث، الثلاثة، الجرينتا، لونفي، والجرحة. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق دربالي، دربالي، فوسيني كوليبالي، فوسيني كوليبالي، في خطأ، في خطأ. كوليبالي هذا اللي عاود اكتشفه خالد بن يحيى، هذا اللي عاود لنساه خالد بن يحيى وقت النقاد والملاحظين والجمهور يقول له خرج علينا كوليبالي. شوف كولي اليوم، كولي عرسه صحيحه في وسط ميدان فريق الترجي. يلعب الكره بن محمد، بن محمد، دربالي تلعب بن محمد، ما يطلعش اول مره يطلع بن محمد. يرجع بالكره على طريق البلالي، البلالي يمشي للترجي الرياضي. اللعبه مقفوله والكره موجوده والفرصه مضمونه من بدري. ابعد، ابعد، اعطيه، اعطيه يا بدري، عاد. ترجع الكره مره اخرى عن طريق فرانكوم، كره من فرانكوم، فرانكوم رد بالك من رجوع. ترجع الكره بلالي، يوسف البلالي، حط الكره للترجي التونسي. الشوط ممتاز من الترجي. يلعب الكره كوليبالي، ناقص لبونتو، يمشي بالكره، هو اغلى بونتو، احلى بونتو، اهم بونتو، انه يصير ما يغلطش. عندك عوده له يا كوم، كوم لبكير، وبكير لبن محمد، يمشي حما الايرلندي، يدخل القلب التونسي، حط الكره حلوه، اضرب كره اليه. الهدف الاول، الهدف الاول، الترجي، الترجي برجاله، الترجي يا دولة، الترجي يا دولة، الترجي يا دولة. اضرب يا بلالي اضرب، اضرب يا بلالي اضرب. طيارة يا بلالي، حطها وطير، ترجيك يصير للنجمة الرابعة يا وجه الخير. 1-0 بلالي، 1-0 لبلالي. الترجي لا يحتاج لحكم، لا يحتاج الى مسؤول، لا يحتاج الى رجاله، لا يحتاج الى جمهوره. اضرب يا بلالي، اضرب يا بلالي. انا في حلم ولا في علم؟ لحالي دوم، لحالي دوم. افول البارح لبلالي اليوم. شوف بن محمد اول مره يطلع، يا قلبي، يا قلبي، وين تسكن السكنت؟ وين يسكن شيطانه؟ واحد بلاش عن طريق الفنان المايسترو، شويه من ماتجير، شويه من عصاد، شويه من بلومي، وسكور واحد بلاش، جيبها من الشبكه. قوم تسحر، قوم تسحر يا تقناوتي، قوم. عيادي وسنين دايمه، عيادي وسنين دايمه. هذا الترجي، هذا الترجي يا وداد. 1-0 عن طريق يوسف البلالي، 1-0 للترجي التونسي. هدف
في وقته، هدف في وقته. اشتعل رادس، اشتعل رادس، لن يسقط لشقوقه ولكن قد يسقط بجمهوره العاشق الولهان المحب للترجي. 1-0 الدولة الترجية. يا قمقوم يا دمدوم، لونك يرعب، كولارك يسحر، يخافوا منك يا غول. الهدف رقم 15 اللي سجله الترجي في فينالات كاس افريقيا للابطال، والهدف الثاني لابن الخضر للحر الجزائري من بلد الاحرار يوسف البلالي الغدار، يوسف الجوليادور. واحد بلاش، واحد بلاش، زيدوهم زيدوهم وحيد شويه عليهم. ترجع الكره مره اخرى، في الثاني نقولوا الكاس، في الثاني نقولوا الكاس. حتى في التقدم ب1-0 هو تقدم معنوي، الوداد لم يخرج من النهائي، لم يخسر الشامبيونز الوداد الرياضي. هدف في وقته، سيناريو الشوط الاول في الرباط. يا ساده يا كرام، واضح انه الترجي اقوى، واضح انه الترجي اقوى. صحيح الفينال ما تحسمش والكوره جوال، لكن الان تتبع الشوط وتركز في الثاني وتتبع ماتش رادس في شوطه الاولاني، من الواضح من الواضح من الواضح انه الترجي افضل. وين الكوره؟ وين الكوره؟ عادي يلزمني، يلزمني عين اخرى، يلزمني عين اخرى. ورامي، يا رامي يا رامي يا رامي، يا شكري يا شكري يا رامي يا شكري، يا واعر يا واعر يا واعر، يا ولد الجريدي، ولد الحارس ابراهيم الجريدي، الحارس السابق في الترجي الرياضي. برافو رامي، يغيب عنا معز، يحضر رامي الجريدي. ولذلك قلتها ونعودها، الترجي لم يتاثر بغياباته مثل ما تاثر احمر الوداد. 1-0. تيويني عاد الكره، تيويني منين عاد؟ يلزمني عينين نتاع جيمال تو باش نتبعها. ناحيه عليا الدخان، ناحيه عليا الدخان. 5-4 دقيقه في الشوط الاول. وين مشات الكرة؟ جاب الثاني، جاب الثاني. وين الكرة؟ وين الكرة؟ وين الكرة؟ ركنية للترجي الرياضي. الآن، الآن انهاء الفينال، الآن جدارة اللقب يغول. ترجع كرة الترجي الرياضي، ترجع كرة خنيسي، طه ياسين، طه ياسين. مشات الكرة الترجي الرياضي خطيرة، هيا متسقيك. خسارة، خسارة، ما فماش خسارة والترجي بالرجالة. والكرة ترجع الشوط الأول، أوشك على النهاية. أنت في الـ 45، كرة تمشي بالعملود، العملود. يمشي العملود، يمشي العملود، يمشي العملود. كرة طويلة، كرة طويلة عندك، الكرة ترجع للكابيتانو. يمشي الشمام، حتى الكرة طويلة. ويني ما عادش ظاهر الكرة. دقيقتين في الشوط الأول، دقيقتين في الشوط الأول. لاحظت حاجة وسألاحظها لكم، والكرة تمشي بلعبة طويلة. حذاري من الحداد، حذاري، التركيز لآخر لحظة، التركيز لآخر دقيقة. حذاري، كرة صعبة، والدفاع، والكرة ترجع للترجي الرياضي. كرة ترجع على خط للترجي الرياضي. احذروا الوداد، احذروا كبرياء الوداد، احذروا الكبير الودادي. الشوط الأول ما يتعاودش سيناريو الرباط. التركيز يا يعقوبي، لم تنتهي بعد معركة ديربي الأشقاء. أوفسايد واضح، تسلل واضح، تسلل واضح، كانت كرة خطيرة. يلعبوا برشا على جهة بن محمد، يربح وقت، خذ الثواني، يمشي بالكرة الشمام، الشمام يلعب كرة طويلة لمن الأفضلية، لمن الراسية. الترجي الرياضي التونسي في كرة، ترجع مرة أخرى عن طريق النصير، النصير وسط الميدان، الترجي أقوى والثاني قريب، يمشي بالكرة لمن؟ الدربالي بروح الإصرار، حذاري يلف ويدور بديع ووك ما يخدمش كورته، خطأ تكتيكي من ولد الدربالي. ألم تلاحظوا يا السادة أن أهداف الترجي التونسي في الفينالات واحد أزيل من خوه؟ نذكركم بونتو بنها الأسطوري الأنطولوجي الثالث في مرمى الزمالك، وكلمكم عن هدف البدري عمناول وهدف بكير بالرأس التاريخي، ونحدثكم على بونتو النحلة فول، واليوم نحكي لكم على بونتو يحلل البلالي. الترجي لما يسجل في نهايات الشامبيونز ليج يسجل اهداف للتاريخ. يرجع شمام، ترجع كوره للترجي التونسي. الشوط خلص، الشوط انتهى، خلص يا قسامه، زفر يا بكاري. الترجي يبكر بالهدف، لحالي دوم، لحالي دوم، في نفس الشبكه. البارحه فول واليوم يوسف البلالي. 1-0 للترجي،
1-0 نفسيا معنويا. تدخل الشوط الثاني بهذه الاسبقيه مهم جدا. ما لا نلعب ونحن الوداد اربع ماتشات ما يقبلش ما يقبلش في كل واحد وتكتيكه. تكتك انت يا معين وخلي الشوالي تكتك معاك. واحد بلاش في شبكه تكناوتي عن طريق الغول عن طريق ممثل الغول عن طريق البلايلي. 1-0 بهدف ولا اروع في كوره ولا اجمل في وقت قاتل دقيقه 41 محمد يوسف البلايلي. 1-0 للترجي التونسي. شوط تحكيمي ممتاز شوط جماهيريا رائع والشوط لترجينا اكثر اكثر من رائع تجسمت فيه الاسبقيه والاحقيه والاستحقاقيه. 1-0 الجول ولا اروع من الجزائري الجار يوسف البلايلي. الان كره طويله الاخضر بالريش واستوديو المباراه في الدوحه. الاخضر تفضل. شكرا لكل زملاء المعلقين. إذن نعود مرة أخرى لتذكير بهذا الهدف الوحيد الذي سجله إذن يوسف البلايلي وذلك في الدقيقة 41 بعد عمل من المدافع أيمن بن محمد إذن في تمريرة رائعة إذن ومراوغة جسمية ثم التسديد على الطائر في الزاوية البعيدة. هدف رائع طبعا ليوسف البلايلي مرة أخرى إذن يعطي التقدم لصالح الترجي التونسي. لكن هناك أشياء كثيرة حدثت في هذا الشوط الأول. هناك منافسة كبيرة هناك تنافس أيضا لكن يبدو أن الوداد لعب شوط أول أفضل من ذاك الذي لعبه في الدارية البيضاء. لكن هناك من يقول بأن هناك ضربة جزاء إذن لكن سنتعرف على هذا مع الكابتن جمال الشريف طبعا خبير التحكيم في قناة بي سبورتس. كل عام بخير. رمضان كريم. كل عام بخير ورمضانكم كريم جميعا زميل الاخبار والساده. هناك ضربه جزاء ام لا؟ طبعا ركله جزاء في الدقيقه 22 لمس يد متعمد. اليد تحركت باتجاه مسار الكره بعيدا عن اطار الجسم وفوق الكتف وبالتالي نعم. هذا اللمس لمس متعمد كان يجب على كسامة ان يحتسب ركله جزاء وهو كان قريب صحيح يعني يده فوق تماما. حتى كورنر ما اعطاهاش حتى طبعاً. كورنر معناها الخطا كان غير ارادي من الحكم غير إرادي يعني بطبيعة الحال هو يبدو شوف. أنه لم يلاحظ اعتبار الكرة لم تغير مسارها لكن هذا ليس مبررا. القوة والسرعة أيضا للكرة هذه الحالة وهذه اللحظة سنلحظ بأنه يحجب ران عندما رفع هنا نلحظ هذا التسديدة يرفع يده الأولى اليسرى تلمسها وتلمس اليد البعيدة فوق الكتف إلى الأعلى نلحظ تلمس الكف أصابع اليد وتحول مسارها إلى خارج المرمى وبالتالي ركلة جزاء يجب أن تحتسب إضافة للإنذار ولا مبررة. طبعا الحكم يجب أن يكون دقيقا و يعني حاسما في مثل هذه القضايا. هو كابتن كان والمساعدين أيضا بعد هذه كان متميز بس تماما يعني متميز الحكم والمساعدين أيضا ليس فقط الحكم. شكرا كابتن شكرا جزيلا لك. إذا الوقت لا يسمح بأكثر من هذا ربما سنعود إليك لاحقا في المباراة إذا سجلت طبعا في هذا النهائي الصعب. كابتن نبيل معلول إذا هدف مقابل لا شيء عانى الترجي لكي يصل إلى الشباك. هدف متميز جدا الباس متميزة جدا تعب المحمد ترويض لكن أهم شيء هو الترويض نعم. يعني يوسف البلايلي حط نفسه للمرمى نعم. هذيك اللي خلاها يسدد نعم. معناها بعيدة شوف هنا التمريرة متميزة وهذا الكنترول ترويض موجه الترويض الموجه بخارج الرجل نعم. اليمنى نعم. اللي خلاها هاي هذه الساعة الباس كسرت نعم. خطين وهذا الترويض حط يعني هذيك الترويض ضيع به ثلاثة مدافعين والحارس حط ثلاثة مدافعين خارج نطاق الخدمة يعني هدف جميل جدا نعم. الترجي يعني لعب تشوت اللي يزموا يلعبوا نعم. كان ضغط كبير على اللاعبين انا نحس بهم نعم. كان ضغط كبير كانوا متخوفين ما دخلنا في المباراة الا بعد دقيقة 22 نعم. ما سيطرنا الا بعد دقيقة 22 لكن الحمد لله اللي اهم شيء تحصل الحين الضغط باش يكون اقل نعم. عليهم باش نشاهدوا لاعب احسن من الترجي نعم. اذا هدف سجل في اللحظات الاخيرة من الشوط الاول عندما الوداد كان مرتاح كان يقوم بهجمات كان يستحوذ على الكرة لعب شوط مميز لكن هدف قاتل عندما تتلقى هدف في اللحظات الأخيرة قبل أن تعود إلى غرفة الملابس بكل تأكيد وخاصة أنك بديت مباراة يعني بديت قوي إيجابية نعم. كان هناك هدوء كان هناك استحواذ شفنا الاستحواذ يعني اللي قام به اللاعبون خاصة على مستوى امتصاص ممكن حماس لاعبي فريق الترجي وشاهدنا بأن لاعبي فريق الترجي أنهم دائما ما يحاولوا أنهم مثل ما نشاهد الآن
هنا أتكلم فقط على عملية الانتقال. نعم. مفروض أن في هذه الحالات تستغل لو تكون أكثر استغلال والسرعة. هنا تأخير اللاعب جبران من أجل التمرير للاعب الحسوني، كان ممكن لو أنه كان سريع على مستوى التمرير كان ممكن أن الحسوني كذلك على مستوى الاستلام ويتوغل، وكانت عندهم يكون حلين، الحل على مستوى الجهة اليسرى بادي أو وكذلك الحداد، وهي من الحلول للمفروض أنه لاعبي فريق الوداد يكونوا أكثر فعالية. نفس الشيء هنا، أولا نتكلم على التنظيم الدفاعي المحكم، بلوك دفاعي تأخر في 30 متر الأخيرة في بعض الفترات، وهنا المميز والتعامل مع هذه الكرة، انتشار لاعبين مع اللاعب البليلي يتم استرجاع الكرة، لكن الإشكالية دائما على مستوى الانتقال هنا تمريرة، لكن المساندة من الحسوني لم تكن بالمساندة الجيدة للمفروض أنها تكون متأخر، مفروض هنا يزيد من سرعته. لماذا؟ لاحظ يعقوبي سوف يقوم بعمل الاستلام بعيد عليه ويتوقف بعد ذلك، ويتوقف مفروض يواصل معه لو الحسوني استمر وزاد بسرعته. نعم يواصل نعم. لكن الحسوني لو زاد بسرعته نعم. كان ممكن أنه يدفر ويأخذ هذه الكرة، هذه ممكن حتى الهدف نعم. ربيع جاء على أثر دفاع متأخر نعم. كثير، كل اللاعبين واقفين أمام منطقة 18. والترجي أيضا اعتمد على أهداف معاكسة أيضا سريعة وخطيرة. الترجي اليوم لعب بنقدر نقول بذكاء، كان واقف وينتظر ويلعب على أخطاء الوداد. الوداد في البداية بذكاء يستحوذ على الكرة، يحاول يخرج إخراج الكرة، ولكن مشكلته في بعض الأحيان تضيع للكرات بسهولة. هنا كان في الترويض يعني قادر يخلي الكرة ويمشي بنفسها واحدة يمشيها الجهة اليمنى الجهة المعاكسة، وهنا هذا هو الخطأ. يعني الحلول الهجومية ناقصة بالنسبة للوداد، والمساندة الهجومية لم تكن. شوف أنا دائما كانت المرتدات والهجمات السريعة للترجي دائما كانت فيها خطورة، يعني إما بالليلي أو البقير من وراء المهاجمين، ولكن لعبوا بذكاء واقفين ينتظروا على أخطاء في تضييع الكرة للوداد، وبسرعة هجمات السريعة للترجي كانت فيها دائما خطورة. يعني كابتن نبيل، إذن هدف من ذهب طبعا بدون أدنى شك، الهدف هذا يبشي يريح كثير 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 لاعبي الترجي، هدف متميز. شوف هنا يعني تقريبا كل اللاعبين العشرة لاعبين نتاع فريق الوداد هذاك علاش ما يقدروش يخلطوا باش يدافعوا أمام منطقة 18 ويخلطوا للكرة الثانية، صعب عليهم كانوا متأخرين كثير، هذاك علاش شاهدنا فريق الوداد تقريبا فرصة واحدة شوط كامل على إثر خطأ من بن محمد، رجع الكرة يعني بالراس في وسط الملعب شاطها المدافع، بينما تقريبا السيطره الكل كانت للترجي في الاستحواذ في الهجمات المرتده، لانه كما قال معناها الترجي يلعب على اخطاء فريق الوداد ويحاول. هذا ما يسمح به الوقت. تفضل. شكرا للجميع، سنعود لاحقا في نهايه المباراه، اعطيكم فرصه اكبر. سنذهب الى فاصل اخر، بعده سنلتقي مع معلقينا الثلاثه، اذا مع عصام شوالي في الصوتيه الاولى طبعا اتش دي 1، وجواد بده الصوتيه الثانيه في نفس القناه، ونوفل الباشي مع زميلنا ايضا عبد العزيز بنيج، وذلك في تغطيه خاصه بالاحصائيات على اتش دي 2. اختاروا معلق القناه ونلتقي. شكرا للزميل الأخضر بالريش. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 45 دقيقة ثانية، 45 دقيقة مصيرية وأخيرة في تقرير مسار ومدار بطل إفريقيا 2019. الترجي التونسي يتقدم على الجار المغربي الودادي 1-0 عن طريق يوسف البلالي في الدقيقة 41. تقريب سيناريو مباراة الفاينل العام الماضي ضد النادي الأهلي، لما الترجي سجل بونتو الأول في وقت رائع رائع جدا على المستوى النفسي، استفاد منه الترجي الرياضي، وعلى المستوى النفسي تمس منه وقت الأهلي، واليوم ممكن يتمس منه الوداد. بالضبط الساعة عدلت على التوقيت مع بدايات فجر جديد، مع انطلاقة السبت 1 جوان، 1 جوان في تونس وغرتها تاريخيا عنا عيد يسمى عيد النصر، فبالتالي لحد الآن إن شاء الله منصورين، إن شاء الله نكملوا منتصرين. الترجي الرياضي من أجل النجمة الرابعة على القميص وعلى المريول،
الترجي في الشوط الثاني. رامي جريدي يلعب دربالي بن محمد شمام يعقوب كولي فرانكوم وبكير أنيس البدري يوسف البلالي وطه ياسين. هذا هو نجم الشوط الأول بالهدف العالمي اللاعب يوسف محمد البلالي. تشكيلة الوداد لحراسة المرمى التكناوتي على اليمين النصير على اليسار يلعب بالعملود كومارا والنهيري ثم السعيدي جبران الكارتي حداد بديع عوك والحسوني. خطا جديد يستفيد منه الترجي التونسي. تقدم المباراة في الشوط الثاني على مستوى البنك وعلى مستوى الاختيارات والخيارات الفنية عندنا برشا حلول. إذا ما تغيرتش النتيجة إن شاء الله 2-0 ونتهناو، لكن إذا بقات في واحد بلاش بعد دقيقة 25 أعتقد التغيير الأول يخرج بكير يدخل مسكيني وفي نفس التوقيت مع نصف ساعة إذا بقى سكور ديما واحد لصالحنا وما أمناش الكاس بالهدف القاتل الثاني وقتها يدخل الهوني لأنه لاعب سريع جدا ولاعب كونتر أتاك ممتاز لبلالي ممتاز لبلالي. دقيقة ونص في الشوط الثاني احتسب معكم الثواني اعد معكم اللحظات. امشي يا ساعة في رحلتك امشي يا ساعة ودور بجولتك. الترجي في الجولة الافريقية الاخيرة في المباراة رقم 12 لنسخة 2019 من اجل التاج والذهب لفريق الدم والذهب. فرانكوم تمشي كرة دربالي تركيز التركيز يا الاولاد. ترجع كرة عن طريق الرائع رامي جريدي صد على كرة خطيرة جدا للفريق الودادي من كارتي وقتها كان سكور 0-0. يرجع بالكرة مرة أخرى البدري البدري نلعبوا قدام كرة من شمام يمشي خليل شمام خليل شمام كرة لخطا للترجي لا فماش فاول ولكن كرة طويلة تخرج ضربة مرمى ما يجيبهاش ما يجيبهاش مهما يعمل ما يحصلهاش بديع عوك والكرة للترجي الرياضي. وأي مشهد فيك يا رادس الملعب الأولمبي الملعب اللي تم افتتاحه خسيسة لدورة المتوسط 2001 وحققنا فيه الذهب المتوسطي. علي الزيتوني في مرمى الطليان لا تسريني ثم في 2004 الكان ثم أنا أكثر من لقب إفريقي تحقق لنوادينا. الكرة ترجع عن طريق رامي جريدي البكير وبكير على اليمين ينطلق الترجي خطير الخليسي يمشي الخليسي يوزع كرة وركنية ترجية ركنية للترجي التونسي. الركنية للترجي الرياضي اصطدمت الكرة بالعملوت والكرة للترجي الرياضي. سيناريو مباراة الأهلي في البال سيناريو مباراة الأهلي في البال والهدف الثاني الآن في أوائل الشوط الثاني يضمن اللقب للترجي تكناوتي الوداد. ترجع كرة من البدري أنيس البدري حط الكرة لبكير سعد بكير سعد بكير ترجع للترجي يلعب الكرة الدربالي دربالي كرة الشمام يمشي خليل شمام خليل شمام كرة بالملي حلوة يعرف فيها البدري يعدي البدري خطيرة أنيس البدري عرضية والكرة من ناهيري يرجع الترجي ضاغط والكرة ممتازة للترجي هذا يضرب يا بدري اضرب يا بدري والكرة ترجع من العملود كرة طويلة من العملود ترجع الكرة ليعقوب يحسوني يا معلم يا معلم فما شمام شمام كرة للترجي كولي كولي والترجي يلعب برشا مرتاح والثاني إن شاء الله في الطريق يلعب كرة أنيس البدري سايب كرة يا بدري سايب كرة يا أنيس ترجع الكرة مرة أخرى مغربية ودادية 5 دقائق لعب في الشوط الثاني كرة للوداد الوداد الرياضي في الأتاك الوداد البيضاوي في الهجوم كرة مرة أخرى عن طريق بديع عوك كرة من بديع يلعب الكرة وليد الكارتي أو النصير النصير جبرار دبالك منه يمشي بالكرة هذا الكارتي الكارتي حط الكرة عن طريق الحداد هذا يحيى جبران والكرة تمشي من اليسار عن طريق المدافع اليساري العملود العملود اقوى دفاعيا من نهيري ولكن نهيري في الاتاك ظروف غيابه في الذهاب وعدم وجوده في الكلوار في اليسار يريح برشا دفاع الترجي. كره من اللاعب كومارا يمشي كره من السعيدي السعيدي كره طويله كره من بديع عوك وترجع كره من شمام وفيق لفيق لابن محمد ترجع كره مره اخرى وداديه ترجع كره عن طريق النصير النصير والبلالي في ماتش كبير البلالي في ماتش كبير التوج للوداد كرة من عبد اللطيف النصير حط الكرة عن طريق النهيري النهيري يمشي النهيري وكباكرا ويشوط يمشي النهيري حط الكرة من بديع بديع عوك بديع عوك يحاول يعدي بديع يوزع كرة خطيرة والكرة كانت قريبة جدا للتعادل فرصة كانت كبيرة وخطيرة برشا للوداد كرة تيمن الحسوني كادت تعادل ورقة الفينال. الحكم ماذا يقول؟
باكاري كاسما يطالب باللعب. باكاري كاسما يسامح الوداد في بيناتي في الشوط الاول. جاني سيكازوي يقول العب ما فما شيء في الفار. نعاود نشاهد اللقطه، محاوله الضغط على الحكم بكاري، خارج ورقه صفراء يا قاسما، نسيتها في بانجول عاصمه غامبيا. العب الكره، العب الكره ما فما شيء، ما تكلمناش على الواضحه الفاضحه في الشوط الاول. ترجع الكره الشمام، يمشي بالكره الشمام، ست دقائق لعب في الشوط الثاني. ترجع الكره مره اخرى وداديه، كره ملعوبه للترجي الرياضي التونسي في التوش. تماس للترجي الرياضي لكن حذاري، هذه الكره الخطيره وهذه الكره ملعوبه ما فما شيء، ما فما شيء يا وداد، ما فما شيء يا وداد. هذه الكره من بديع عوك والكره ملعوبه. نعاودوا نركزوا مره اخرى، الحسوني مش معقول في السيماتر، ما فما شيء، ما فما شيء. الكارت يضيع الفرصه والحسوني يضيع كوره ما تضيعش. الحمد لله من لطف الله في هذا المكان، الاولاد لازم يفيقوا التركيز من جهه بن محمد البلاي، لازم يعاون برشا في ربع ساعه ما تغيرتش الامور. يدخل مسكيني تروزيام بيفو والكره تمشي للترجي الرياضي على المرتده البدري، المرتده من انيس، العب نثيف يا انيس البدري. كوليبالي يلزم الثاني، فماش كلام باش نرتاحوا. يمشي فرانكوم في خطا للترجي الرياضي، في فاول للترجي الرياضي التونسي. ترجع الكره للترجي الرياضي، سبع دقائق لعب في الشوط الثاني. مباراة صعيبة كما هي النهائيات وكما هو الديربي، 54 نسخة سابقة، 30 مرة اللي استضاف الإياب توج بطل، و24 مرة الفريق الضيف في مرحلة الرتور هو اللي فاز بالكاس. تقارب كبير في نهايات قمة ونهايات بعد للتاريخ. والكرة من يعقوبي، يطلع البلوك من فريق فوزي البنزرتي، تمشي كرة طويلة من رامي جريدي، رامي جريدي مازال في الميدان، دربالي كارتي، الكارتي وليد، والكرة ترجع مرة أخرى لفريق الوداد، قاعد يشد في اللعب، الوداد يقدم في أداء ممتاز مقارنة مع ماتش الذهاب، الوداد اليوم لعب بحقيقة مستواه الحقيقة، مازالت الخطورة ومازالت المباراة، ويمشي بالكرة إسماعيل الحداد، إسماعيل لازم ما تيحوش برشا التالي، مازالت المباراة طويلة، الكرة ترجع مرة أخرى ودادية عن طريق إسماعيل الحداد. كرة من اسماعيل، اسماعيل يرجع بالكرة العملود، كرة من العملود يلعب كرة طويلة، والكرة ترجع لبلايلي، باهية من يوسف، يوسف البلايلي في نصرة بن محمد، يقوم بواجباته الدفاعية، الستار الأول في هذه النسخة الإفريقية للترجي التونسي، عودة من الباب الكبير بعد الإيقاف، إرجاع بالروح والنيفة، إرجاع بالجرينتا والإمكانيات الفنية اللي متوفرة وقوة شخصية الجزائري الدولي البلايلي. هذه الكرة أمامك، هذه الكرة قدامك، كرة تعدات أمامك، الصورة تتعاود أكثر من مرة من الزاوية هذه، باكاري كاسما يتابعها والكرة تمشي، ضربة مرمى للترجي الرياضي، تمشي كرة مرة أخرى ركنية، كرة ثابتة حذاري بالراس والحارس، إيش تعمل يا رامي؟ إيش تعمل يا رامي؟ بديع أوك، مباراة صعيبة الآن، الراسية قريبة والكرة تضرب في باكاري كاسما، باكاري يعطي باس والكرة من بديع، وبديع أوك خطيرة جدا كرة بديع، ترجع كرة الحسوني، الحسوني بديع، بديع والعرضية تضرب في الكاميروني فرانكوم، الضغط واضح وهذا منتظر من الوداد. مباراة صعيبة برشا، ما دام لم يأتي الثاني باش تكون مباراة صعيبة برشا إلى آخر دقيقة. ترجع الكرة، هذه هي ضريبة دوري أبطال أفريقيا ونجاحاتها، والكرة تمشي طويلة، ترجع الكرة، دربالي، دربالي، اخرج يا رامي، اخرج يا رامي، ترجع الكرة مرة أخرى، كرة الوداد والتسديدة والحارس مش معقول، والدفاع حطلوا الكرة والتسديدة والدفاع يا ستار يا منع الأخطار، العب الكونتر يا بكير، خلصها يا بكير، العب بكير صايب كرة، ارجع يا سعد، سعد بكير، كرة من سعد بكير، سعد بكير تحط الكرة يوسف البلالي، يوسف البلالي، سعد بكير، يوسف البلالي، يا رب الجزائري، يوسف البلالي، يوسف البلالي، والكرة من النهيري، النهيري الوداد قوي جدا في هذا الشوط الثاني، الوداد يسيطر 10 دقائق من النار، الوداد يحاصر الترجي هنا في استاد رادس، فرص بالجملة، وكرات بالجملة، وأخطاء بالجملة، وارتباك بالجملة، والفريق الودادي كاد يعادل الارقام. حذاري هذه تتشد، اعتقد انك تشدك في تشدها في ديك الكره يا رامي، شوف الخطا الاخر من بدري، يرجع كرة الحسوني، ولولا الصلابه ودفاع لكان التعادل الوداد. حذاري لابد من الثاني، عن الامكانيه العب الكاي، العب الكاي كوم في خطا. الان الترجي الرياضي نتصور انه خمسه دقائق 10 دقائق اخرى باش يدخل المسكيني كارتكاز ثالث، باش يرجع التوازن للترجي دفاعيا، ولو نتمنى انه قبل ما يدخل مسكيني نضمنوا الكوب بالهدف الثاني، لانه باش يكون سيناريو ناري في هذا الشوط.
ترجع الكرة الثانية، قاعد ياخذ فيها فريق الوداد. أحسن مباراة للوداد هذا الموسم خارج كازا أو خارج الرباط، بعد ما لعب في استاد الأمير عبد الله. والكرة خطيرة، والدربالي والتماس، التماس لفريق فوزي بن زرتي. الوداد في الشوط الثاني شكل ثاني، ترجع الكرة الترجية، فماش خطأ، تلعب الكرة مرة أخرى عن طريق فرانكوم. فرانكوم حط الكرة مرة أخرى للترجي التونسي عن طريق سامح الدربالي. سامح الدربالي، وين الكرة للترجي الرياضي في يوم الضباب بذكريات هدفك يا مناري؟ هو في خطأ أو توش للترجي الرياضي. ماذا يقول المساعد؟ الكرة ترجع على ما أعتقد لفريق الوداد، ترجع الكرة على تماس لفريق الوداد الرياضي بالفعل. كرة عن طريق جبران، جبران حط الكرة، اضغط اضغط الترجي التونسي وحاول افتكاك الكرة. فنيا عالي برشا الشوط الثاني من جانب الفريق المغربي. تلعب كرة ملعوبة بالراس في خطا ما فماش، تلعب الكرة مرة ثانية، صعب باش يلف ويشوط الحسوني وتضيع. تفلت الكرة من أيمن الحسوني، تفلت الكرة من أيمن الحسوني وترجع للترجي باش تنفس الكل. غسرة ما بعدها غسرة. الوداد يقاتل من أجل الأميرة السمراء هنا في رابطة الأبطال الإفريقية. شوف المحاولة، هو الكرة ترجع على ضربة مرمى. ناخذ وقتنا الآن، نتنفسوا شوية الأولاد. شوف الفرص بالجملة، شوف الكرات، هذه كرة كادت تقلب المصير النهائي. حذاري الكرات الثابتة، مشكل دائم للترجي الرياضي، لذلك يلزم نقلوا الكرات الثابتة من ركنيات ومخالفات قريبة يا ترجي. يمشي الكرة طويلة من الشمام، شمام يلعب الكرة مرة أخرى لمن الأفضلية عن طريق فرانكوم. وسط الميدان متاعنا وخر شوية، لذلك تلقى الوداد مع البلوك العالي ولا يتفوق في معركة النصف. مهم جدا استعادة معركة نصف الميدان يا الترجي. يمشي بالكرة الصعيدي، الصعيدي حط الكرة عن طريق الناهيري، الناهيري على اليسار، التركيز الهجمات المغربية. يلعب الكرة عبد اللطيف النصير، نفس ستايل اللعب بتاع الجولة الأولى في الرباط. الكرة الطويلة وترجع كرة توش، ياخذها الدربالي. خيرت أنها تخرج توش باش نتنفسوا يا سامح. يمشي سامح الدربالي، سامح الدربالي يعقوبي، يعقوبي يلعب كرة طويلة. شوف الكرات الثانية الكل ياخذ فيها الودادي. ترجع الكرة من فريق الدار البيضاء، كرة الانطلاق للفريق المغربي. 58 دقيقة في النهائي وفي المباراة. وكرة مرة أخرى ودادية عن طريق بادي عوك، بادي عوك يحط الكرة عبد اللطيف النصير، عبد اللطيف النصير، ترجع الكرة عبد اللطيف، حط الكرة الناهيري، الناهيري عاد الكرة من سعد بقير، والكرة خطيرة. شوف الحسوني، ديما روتار، دفاع الترجي، حذاري في هذه اللقطة، العرضية صعبة جدا، والكرة ترجع صعبة جدا بالراس، وهدف التعادل، وهدف التعادل، ولكن هدف يلغى، هدف يلغى لوليد الكارتي. حذاري، حذاري، ماذا هناك في هذه اللقطة؟ هل هناك تسلل؟ سنتأكد من الأمر. والحكم بكري قسم بمساعدة كاميرا يقول هدف ملغي للوداد. شاهدوا الكرة، شاهدوا الصورة، أين الكرة هي؟ الكرة هنا فيها التوزيعة، عند التوزيعة فما خطأ اعتبره للشمام أعتقد أو أوفسايد، سنتأكد من الأمر. كرة أخرى تثير الجدل في هذا النهائي الكبير. لحد الآن لا يطالب بالفار والمباراة تمشي، ولكن تنبيه شديد اللهجة، كرة شديدة اللهجة على دفاعات الترجي الرياضي. كرة للتعادل من الوداد، حذاري، التعادل أبيض، ولكن حذاري، الأبيض يسيطر. ترجع الكرة مرة أخرى وسط الميدان. أعتقد الآن، أعتقد الآن فما لمسة يد للفريق المغربي. بكري قسما لحد الآن في مباراة الموسم في الدور النهائي رقم 7 اللي يديره الجامبي بكاري. ضغط كبير جدا من الوداد ومباراة صعبة وصعبة جدا. الترجي الرياضي يعتقد الآن يلزم يخرج سعد بقير ويدخل مسكيني، بينما الهوني ورقة أخرى للترجي الرياضي. هو ممكن يخرج سعد ويرجع بليلي 10 ويحط الهوني على الكولوار ويستفيد من فورمة اللاعب الليبي. أعتقد سيكون هذا الخيار الفكر الأولي بالنسبة لمعين، سيكون البليلي 10 والهوني في الأطراف ويغادر سعد بقير. أجواء مشحونة وأجواء فيها كثير من الحماس في هذا الفاينل. يغادر سعد بقير، شلباس سعد بقير لتلقي الإسعافات، وهو الورقة الأولى ممكن اللي يغير بها شكل المباراة. الحكم المدرب الوطني معين الشعبان حامدو الهوني بديل لبقير، أكيد بديل لبقير. الكرة ترجع مرة أخرى
في مغادرة من؟ في مغادرة البلايلي. لا، مركز مركز يقعد البقير، يغادر يوسف البلايلي ويدخل حمدو الهوني. يدخل حمدو الهوني. الآن المباراة تتواصل، الكرة ترجع. محمد ناصر شوشان أحد الستاف في فريق الترجي الرياضي التونسي والحارس الدولي السابق. الكرة ترجع. الوداد مركز برشا على اللقطة الأخيرة ويطالب بالفار. الحكم الرابع يطالب باستعادة المباراة واللقاء سيتواصل. هو احتسب فيها تسلل اللي ما كانش واضح برشا، أم احتسب فيها فوت على لمصلحة شمام. فالانتظار، الكرة ستعود لفريق الترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي في وسط الميدان. ترجع المباراة في وسط الميدان. الترجي ممكن مطالب في هذه الدقائق أنه يستغل هذا التوقف لصالحه، لأنه الوداد كان مسيطر الحقيقة، الوداد كان أفضل، الوداد كان مسيطر سيطرة مطلقة على المباراة. ممكن هذا التوقف يكون في صالح الترجي الرياضي التونسي. فالانتظار هنا، فما حديث بين بكري قاسما وبين سيكازوي ممكن في غرفة الفار. إذا فما لقطة فيها شك أكيد سيعود لها الحكم الجنبي. في الانتظار، الكرة ستعود في وسط الميدان. الحكم المساعد قاعد يحكي كاميرا مع قاسما. المباراة ستتواصل. الآن كرة يطالب فيها قاسما باش يحكي مع القائد عبد اللطيف النصير وخليل الشمام. المطالبة بتهدئة الأمور. سبعتاشر دقيقة لعب في الشوط الثاني. هذه هي اللقطة اللي أثارت كثير من الشك. هنا طلب الكرة، يبقى سليم من اللاعب الكارتي، لكن هنا الإعاقة. أعتقد أنه الحكم المساعد رفع الراية للفاول. المساعد كاميرا يشوف فيها ختام الكارتي، فما عملية دزان دفع شوية للشمام، ليس تسلل، لأنه التسلل في رأيي مش موجود. عمل على الفاول اللاعب الكارتي ضد شمام. فالانتظار، المباراة تتوقف. فالانتظار، اللقاء يتوقف. قاسما يحكي مع سيكا زويرة وفما فاول. بالنسبة ليه ليس التسلل يعني الكارتي خرج في نفس الخط في رأي. على كل حال في الانتظار تتوقف المباراة، تتوقف دقائق ودقائق. اللقاء يتواصل في سكور 1-0. حكم لم يلتجأ للفار في ضربة الجزاء بالنسبة للترجي الرياضي اللي كانت واضحة حسب محللنا وخبيرنا كابتن جمال الشريف. والان فما لقطات زايده، الان فما لقطات زايده، ان شاء الله تهدى الامور. ترجي رابح واحد بلاش، يلزم ما يدخلش في الامور هذا. الوداد حقه، خلي طالب حقه، الحكم يلزم يفرض يعني يفرض القانون. وترجع المباراه تتواصل اكثر الاقل. الترجي ما عندوش علاش باش يدخل في هذه المناوشات. هذا الرئيس الوداد النصيري، ان شاء الله تهدى الامور. شاهدوا اسماعيل حداد واللاعب الاحتياطي التغزوي. هذه هي مباريات الاجوار وهذه هي مباريات الديربي. الحقيقه شخصيا على قد ما نفرح انه النهايات تكون عربيه، صدقني ما يحدث الان في النهايات القاريه تقول بلاش بها، يعني يولي طرف عربي وفريق مازيمبي او سان داونز او افريكا سبور او اساك، مع الاسف، لأنه النهائيات صارت تلعب بحساسية مفرطة. كل فريق يحب يربح، هذا حقه، ولكن دائما يبقى الميدان وتبقى قرارات الحكام وتبقى اللعبة دائما في المستطيل الأخضر. المباراة أين هي؟ هنا في استاد رادس، تتوقف لدقائق ودقائق. هذا يعني رسميا أنه بطل أفريقيا 2019 سنتعرف على هويته في بعد منتصف الليل، يعني بدايات السبت بالنسبة للتوقيت المحلي في تونس. المغرب لا، باعتبار أن المملكة المغربية توقيتها ناقص ساعة على تونس.
الآن كيف ستكون المباراة، محاولة تهدئة الخواطر، محاولة تهدئة الأمور. الوداد كي نحكي ونرجع نحكي كرة، كان في الربع ساعة الأولى هو المسيطر، كان قوي جدا على مستوى الأطراف والسيطرة كانت واضحة مع فرص بالجملة للفريق الودادي. والترجي التونسي فيما تبقى من ردهات هذا اللقاء النهائي، هذا اللقاء القمة، لابد أن يحذر، لابد أن يأخذ حذره، لأن المباراة مازالت في الميدان، مباراة مرهونة في هدف من كل جانب. إن شاء الله هذا التوقف للعب يكون في صالح الترجي التونسي اللي بإمكانه الاستفادة في الدقائق القادمة مع هذا التغيير ودخول حمد الهوني. المباراة مازالت متوقفة، إخراج الاحتياطيين من الجانبين هذا مهم جدا. الآن ونرجعوا نركزوا على الفينال، فرصة ممكن لمعين الشعباني باش يصلح الوقفة متاع الفريق في هذا الشوط الثاني. الكرة تتواصل، المباراة تتواصل، طبعا المباراة تقريب توقفت حكاية 8-7 دقائق، الآن داخلين في العشر دقائق ستوب. ترجع الكرة لفريق الترجي والوداد، لأنه الكرة باش تكون في وسط الميدان بين اثنين في ذل توقفها بعد إصابة سعد بقير. إذا البلالي واضح أنه متقلق شوية على المستوى الصحي وبالتالي خرج بعد ما قام بواجبه وسجل هدف مهم جدا لحد الآن يمكن الترجي من النجمة الرابعة على قميصه. ثم الآن يدخل حمد الهوني في الأطراف، إن شاء الله يكون في فورمة حمد الهوني، لعب كرة واحدة أن كونتران في اللقاء الرباط ضد النصير، تفوق عليه وخلق فرصة للترجي الرياضي في 30 ثانية تقريبا لعبها الدول الليبي، اللي إن شاء الله يكون في يومه يصنع الفرق، وإذا كان البلايلي الأول فإن شاء الله يكون الهوني هو صاحب الهدف الثاني. ما زالت المباراة متوقفة في هذا الفاينل النهائي الإفريقي 2019. الكرة ستعود في وسط الميدان، تهدى الأمور الآن من الجانبين، محاولة آخر التعليمات من فوزي بنزرتي للودادية ومعين الشعباني لملاعبية الترجي. الكرة ستعود الآن في وسط الملعب، محاولة السيطرة على الوضع بالنسبة للجامبي بكري قسمة اللي يدير دوره النهائي السابع في 8 سنوات الأخرى تقريبا ونهاية الأخرى، ديما موجود الحكم الجامبي بكري. والآن ننتظر اللقاء في قادم الدقائق كيف ستكون. لحد الآن المباراة متوقفة، الجو العام هذا في استاد، يعني إن شاء الله نرجع كأن تتطلب فترة حماية أخرى من الجانبين باعتبار هذا التوقف 10 دقائق. صدقوني العشر دقائق هذه باش تأثر في النتيجة النهائية في المباراة. هذا التوقف الآن في هذه الدقائق للفاينل باش تكون عندها تداعيات في النتيجة النهائية للشامبيونز ليج 2019. ترجع المباراة، ترجع المباراة تقريب بعد 10 دقائق من توقفها، النتيجة 1-0 للترجي الرياضي. الكرة تمشي مرة أخرى في وسط الميدان، مازال الوداد ما رجعش الملعب او في الميدان. وهذا هو حمد الهوني اللاعب الليبي اللي كان تضرب وغاب شهر في اصابه من اللاعب المازيمبي في ماتش الدومي فينال ضد لو تي بي. الترجي التونسي موجود على الميدان، الوداد الرياضي يستعد للعودة في الماتش. فما كلام الآن مع الملعبية ومع ستاف بالنسبة للوداد، ما عادش الحديث مع الحكم. تاجناوتي يتكلم مع سعد بقير. نقاش بين بقير والحارس أحمد رضا تاجناوتي في الأخير، أين الكرة؟ نرجع للكرة بعد شوط أول الحقيقة كان ممتاز. الوداد اليوم غير وداد الرباط، الوداد اليوم كان قوي جدا على المستوى الذهني، على المستوى التكتيكي، على المستوى البدني، فريق واضح انه جاهز مقارنة مع ماتش الذهاب.
و70 دقيقة في المباراة، 70 دقيقة بالطبيعة فيهم تقريب يمكن 10-12 دقيقة سيحتسبهم بكري قاسما في نهاية المباراة. الآن الحديث من جديد. بالنسبة للترجي الرياضي موجود باش يلعب يا بكري. شاهدوا الآن هذه الأجواء الآن في المباراة، مباراة وقفت برشا. معين الشعباني مثل أولاده مطالبين بالتركيز في هالنصف ساعة تقريبا المتبقية من عمر النهائي. فريق الوداد رد الفعل بشكل قوي جدا في الشوط الثاني. الترجي الرياضي لازم يرد باله فيما هو قادم من الدقائق، في دقائق حاسمة ستحدد مصير البطولة في 2019. هذا طبعا الدولي اسماعيل الحداد، لاعب سريع جدا اليوم افتقد الوداد لإصابة ونجم. يعني لا أدري ماذا ينتظر بكري قاسما باش ترجع المباراة ويتخذ قرار العودة. معنا الملاعبية تحكي مع بعضها، يتناقشوا مع بعضهم، الستاف يحكي مع أفراد الطاقم والحكم قاعد في وسط الميدان. الآن نرجعوا للمباراة ونرجعوا للكرة، وأعطينا هات قرارك يا بكري قاسما. هذا هو اللاعب التي غزوي في الاحتياط بالنسبة للوداد، لاعب مهم جدا كان تعرض لإصابة. الحقيقة الوداد بالليفكتيف اللي عنده اللي كان ناقص برشا خاصة في الشق الهجومي، سلفينال طيح سان داونز اللي كان ممكن مرشح خارق للعادة لحيازة اللقب. والمباراة الآن في انتظار عودتها، في انتظار عودتها. الآن الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي في تونس، في مباراة انطلقت العاشرة ليلا. 73 دقيقة طبعا الساعة ماشية، ولكن كل هذا الوقت طبعا سيستعيد الترجي والوداد وسيحتسبه حتما بكري قاسما. ما زلنا في انتظار استئناف المباراة هنا في استاد رادس الأولمبي. ما زال التشاور والحديث والجدال والنقاش حول اللقطة الأخيرة والمطالبة بالفار بالنسبة للفريق الودادي. طبعا مش موجودين في الصورة باش نعرفوا الحوار اللي قاعد يدور الان بين سيكازوي وبين ايضا بكري قاسما. الان الحديث مع مسؤولية الاتحاد الافريقي لكره القدم، وفي انتظار اتضاح الصوره اكثر. تطويله الوقفه، هل هناك مشكل في الفار ام ماذا؟ على كل حال لا ندري ما هي الاسباب في ملعب المباراه في رادس الاولمبي. بكري قاسما والثنائي السنغالي مساعدينه في مباراة الفاينل باستثناء نهائي العام الماضي 2018، فإنه بكري قاسما دائما كان حكم نهائي مباريات العودة. يعني أدار من 2013 دائما فينال الإياب. طبعا أشهرها بالنسبة للوداد الفوز على الأهلي في 2017 بهدف الكارتي.
اعتقد النهائي الان متوقف لانه فما اشكاليه في الفار، والوداد يصر على استكمال المباراه فقط باعتماد تقنيه الفيديو. هذا هو ما يبدو الاخبار اللي تصلني الان من استاد رادس الاولمبي. في الانتظار المباراه ستستأنف على اي قرار بالنسبه للحكم الجامبي بكري. مباراة كانت الحقيقة ماشية ممتازة جدا إلى حدود دقيقة 60، شفنا كرة ممتازة للترجي الرياضي في تيلة الشوط الأول، ثم ردة الفعل كانت أيضا قوية من الوداد في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني. فرص بالجملة، فبرشا كرات ضيعها الوداد للتعادل في الفترة الثانية. حركات حماية من الجانبين في انتظار استئناف المباراة، لذلك قلت حتما هذا التوقف سيؤثر وستكون له تبعات في نتيجة المباراة. على المستوى الاختيارات اللي نشوف فيها بالنسبة لفوزي بنزرتي، ممكن يكون الورقة الرئيسية بابا توندي أو زهير المترجي في نهاية المباراة في الشكل الهجومي إذا ما عدلش. وبالنسبة للمعين أعتقد أنه بعد 10 دقائق 15 دقيقة ماكسيموم باش يدخل المسكيني بدل بكير إذا بقى سكور في 1-0، ويلعب الكل في الكل على الدفاع لتأمين هذه المباراة وهذه البطولة. ترجي تقريب سيناريو مباريات عديدة، الشوط الأول كان ممتاز جدا، سيطرة مطلقة على الخصم، ثم في الشوط الثاني فما نوع من التراجع. هذا ممكن يفهم مباراة فينال، مباراة ديربي، مباراة رابح فيها واحد بلاش، إذا ما تغلطش باش ما تعطيش فرصة للخصم يرجع، وبالتالي فما هذا الخوف الطبيعي للرياضي أو للاعب كرة القدم اللي يخليه يرجع يحاول يحافظ يبريزيرفي السكور. هذه بعض المحاولات في الشوط الثاني وفي المباراة. مباراة كانت ممتازة إلى لحظة توقفها. هرام جريدي بالنسبة لي تقريب شهر ونصف من الغياب، أعتقد أنه لحد الآن يخرج في ماتشوه. هذه كرة كانت سيئة في رأيي، أنها رجعت من رامي في الوسط، تخاف برشا ومن بعد زاد غلط البدري، ولولا شمام لكانت كرة التعادل. كرة التعادل في كرة أمامك، الكرة هنا التسلم ما فماش، هذا أكيد، ولكن ممكن أقول الحكم قاسما بإشارة من مساعده اعتبرك الدزة الخفيفة على شمام من وليد الكارتي، ولكن متفقين أنه التسلم ما فماش. كيف هو النص القانوني في ظل هذا التوقف لحد الآن وعدم استئناف المباراة واللعب؟ ذكر أن الفائز بهذه الرابطة الإفريقية سيخوض في أواسط شهر أغسطس 8 أوت إن شاء الله مباراة السوبر ضد نادي الزمالك اللي هو بطل الكونفدرالية في هذا الموسم 2019 بعد الفوز في النهائي على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح. مباراة ستكون مبدئيا في الاحتضان من الإمارات العربية المتحدة، هكا تتواصل ممكن فكرة تسويق بطولات القارة الإفريقية داخل خارج القارة بعد تجربة أولى بسوبر إفريقيا 2019 في مارس تلعب في الدوحة بين الترجي والرجاء. كل موجود يعني على أرضية ملعب رادس، ونشوفه أيضا في عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات طارق بوشماوي. ذكر أنه المرة هذه هي المرة 14 في تاريخ الكؤوس الإفريقية جميعها اللي نبداو الإياب من ماتش 1-1 في الذهاب. تاريخيا الأفضلية كانت دائما للفريق العائد بسكور إيجابي في الذهاب 1-1. ننتظر ونتمنى أن الترجي يستثمر هذه الفرص، لأن يعني هذا الجمهور دائما حلمه كأس الأبطال
الكاس التي ممكن في ظروف عديدة كانت بنتائج إيجابية وضاعت في رادس. اليوم الترجي التونسي بهذا الفريق بهذا التشكيلة بهذا المدرب الشاب الرائع معين الشعباني حاول أن يستثمر الوصول دائما للمباراة النهائية مرة أخرى. نهائي دوري أبطال أفريقيا يحسم لقبه وبطله في تونس. ذكر أن الترجي الألقاب ثلاثة اللي ربحها في الشامبيونز ليج كان الإياب في تونس 94 ضد الزمالك 2011 على الوداد في رادس بعد الزمالك في المنزه والموسم الماضي في نوفمبر من ستة شهور كان أيضا في رادس. مباراة تتوقف تقريبا الآن أكثر من 25 دقيقة. الوداد والترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال. حركات حمائية أنت لست بحضرة يعني الفترة الحمائية لانطلاقة المباراة وما قبلها. نحن الآن في قمة المباراة وفي قمة الفينال وصبري البعزيزي المعد البدني للترجي الرياضي يقوم بحركات الأحماء استعدادا لاستئناف معركة الكأس كرويا بطبيعة الحال بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي. مباراة نذكر الآن أنها متوقفة أكثر من 20 دقيقة. هذا جانب من الجمهور الودادي اللي جاء رادس وجاء تونس من أجل مساندة الفريق البيضاوي فريق اللي في رصيده 19 دوري ومرتين شامبيونز ليج ومرة بطل العرب في 89. أجواء كبيرة الآن في استاد رادس. مازال وداد في الفينال مازال في المباراة خاصة مع أدائه في بداية الشوط الثاني. على الترجي عند استئناف المباراة أن يكون مركز ويرجع يلعب أكثر توازن بين الحرص على الحفاظ على هذه النتيجة الغالية وتأمينها بالهدف الثاني القاتل في سيناريو مباراة نوفمبر الماضي التاريخي ضد النادي الأهلي. كأس افريقيا الأندية البطلة انطلقت لأول مرة في 65 في أكرا وبطلها الأول كان فريق أوريكسي دولا الكاميروني وأول فريق تونسي حقق اللقب النادي الإفريقي في كامبالا 91 على فريق ناكيفوبو بينما أول تتويج مغربي كان سابق في 85 عن طريق الجيش الملكي اللي في الفينال ربح فريق موتيما فريق زايري وقتها اللي حاليا الكونغو الديمقراطية. في المقابل أول فريق عربي حقق البطولة هو فريق الإسماعيلي نادي الدراويش في عام 69 دورة 69 اللي نهائي الإياب تلعب في جانفي 70 في القاهرة قدام 120 ألف متفرج بين الإسماعيلي وأشانتي كوتوكو. المباراة ما زالت متوقفة في وقت آخر في بطولة أخرى في قارة أخرى الآن تكون المباراة تقريب في دقائق الأخيرة. اللقاء مازال مطول هنا في السهره الرمضانيه ان شاء الله فقط ما نوصلوش يعني وقت سحور في هذه الليله الفضيله في شهر رمضان المعظم ل 27. اين الكوره اين الصوره في الميدان المخرج في اطلاله على الجمهور الكل مازال يستنى. الترجي الرياضي بعد الحركات الحمائيه تتوقف المباراه مره اخرى. الوداد الآن هو اللي حضر شوية في الحركات الحماية حتما المباراة يلزم تكمل ما عندهاش حل آخر ما عندهاش سبيل آخر. خسارة يعني لساعة لعب كانت ممتازة جدا مباراة الفينال كانت أفضل فنيا حتى من اللي قال أول في الرباط ولكن صارت هذه الإشكالية لتوقف المباراة. الوداد من حقه قاعد يطالب بالفار والترجي الرياضي التونسي ينتظر بأسبقية هدف البلايلي حكم بكري قسما. ينتظر عودة المباراة. قلت الأخبار القادمة من رادس مفادها أن الوداد يريد أن يواصل النهائي في وجود تقنية الفيديو اللي تعطلت في فترة حسب يعني الأخبار الأولية طبعا ليست قطعية بالنسبة لي أنا باعتبار في كابينة التعليق.
ذكر أنه كأس العالم للأندية بطل هذه النسخة سيكون ممثل العرب في النسخة المونديالية اللي على أرجح ماشي لتنظيم السعودية. على أرجح أنه في العامين الجايين كأس العالم للأندية ستكون في ضيافة المملكة العربية السعودية. نعرف أن المغرب نظمت هذه البطولة أيضا الإمارات. والآن الدولة العربية الثالثة تقترب من تنظيم مونديال الأندية هي السعودية في انتظار طبعا إقرار القرار من الفيفا. بطبيعة الحال سيكون في شهر ديسمبر. جمهور رادس تقريبا الآن عنده بين 8 و9 سوايع في الستاد. كوليبالي لازم يرد باله لأنه يلعب تحت طائلة الورقة الصفراء مع هذا الضغط للفريق الودادي، نتيجة أنه الترجي وخر شوية التالي وكولي وكام قربوا شوية للديفونس، وبالتالي الفريق الودادي خذ الوسط ولا بالبلوك اللي طلعوا فوزي، ولا تقريب الامور صعبه جدا على فريق الترجي التونسي. دائما في اعتقادي ان الترجي الرياضي بامكانه ان ينهي المباراه بالهدف الثاني، لابد ان يستثمر خاصه سرعات اللهوني تجيب فرص من المرتدات، خاصه ان الوداد ما عندوش خيار اخر فيما تبقى من توقيت وردهات وعمر الماتش في الشوط الثاني انه سيهاجم الفريق البيضاوي. إذا الوداد رافض لحد الآن العودة للمباراة، أعتقد أنه البند والنقطة القانونية نقطة النظام، فما انتظار وقت معين لا أدري سنسير إن شاء الله المباراة تكمل مهما تكون نتيجتها. حبوا المباراة تكمل لأنه مباراة يتابعها الملايين، تنقلها بين سبور فرنسا، تنقلها القنوات العالمية والأوروبية. نتمناه أن اللقاء يتواصل. في الانتظار هذا الحوار الآن بين رئيس الاتحاد الأفريقي السيد أحمد الأحمد رؤساء الأندية الاثنين السيد حمدي المدب والسيد عبد العال النصيري. في الانتظار نرجع للاستوديو وإن شاء الله المباراة تكمل على خير في شيء قادر يليق بالاتحاد الأفريقي وبالكرة الأفريقية العريقة. تفضل الأخضر ولنا عودة إن شاء الله، إن شاء الله المباراة تكمل. شكرا لكل الزملاء عصام الشوالي، جواد بدا ونوفل الباشي. اذا فضيحه افريقيه، فضيحه اذا للكره الافريقيه وللاتحاد الافريقي لكره القدم. مشادات اذا بين اللاعبين بين المسؤولين بين الرؤساء، يعني مشكل كبير لا يخدم كثيرا الكره الافريقيه. حدث بعد قبل المباراه
هل صحيح أن الحكم علمك أنت وقائد الوداد أن ليس هناك فار، هناك عطب في الفار، وهل تقبلون أم لا بإجراء المباراة خليل؟ هل لك أن تؤكد ذلك؟ عودوا أول حاجة مبروك علينا كله، مبروك على المكاشخين الكل. عودوا شوفوا حتى قبل صفيرة المباراة عيط للدو كابيتان قال لنا راهو فما خلل في الفار ولا الفار ما زالت مش حاضرة ولا اسكو تقبلوا باش تلعبوا بالفار؟ قالوا اوكي دور على الزملاء نتاعك قول لهم راهو ما فماش فار. من بعد وقت اللي قالوا الفار ما تخدمش قالوا الكابتن نتاع الوداد ما يفهمش باللغه الفرنسيه والانجليزيه يمكن هذه مش مشكلتنا نحن. كان باش نرجعوا الفار من الاول فما بينالتي باش نرجعوا الماتش الالي زوز ورقات. شوف الحق نتاع ربي ركزنا على الميدان ونتصور تتويج هذا مستحق والباقي كله ما يهمناش فيه. مبروك خليل. التتويج انطلق والمباراه انطلقت في اخر ايام مايف سهر رمضانيه وانتهت على مشارف الفجر. ابتدات يوم السبت العاشره بتوقيت تونس وانطلقت يوم الجمعه العاشره مساء وانتهت يوم السبت. تاريخيه المباراه على كل المستويات، ثالث لقب لخليل شمام ومبروك الان. يبارك فيك وبارك الله فيكم الكل. مو الحق معنا عام استثنائي وعام للتاريخ يقعد في الترجي النادي التونسي. تصور الجيل هذا معنا كتب التاريخ. مبروك علينا ومبروك على المكاشخين الكل. الحمد لله يا ربي اللي فرحنا الجمهور هذا الكل. وكاو خليل بصراحة هل أثرت الانتظار والأخذ والشد والجذب على حلاوة هذا التتويج؟ نعم هو يبقى تتويج. نحن ما عندناش ملوم على رواحنا معناها كما تشوف بين مباراة الذهاب والإياب نستحقوا التتويج معناها وعن جدارة. الفريق المنافس عرفت اللي ترجي أقوى منه قعد معناها يلوش في حاجات ما نعرفش مالياش مبرر وكاو. شكرا خليل. نعم مدرب شاب ابن النادي بدأ شاب وربما شاب شعره بالتتويجات وبالرهانات. ثاني لقب معين شعباني يقود الترجي للتتويج بثاني لقب، لقب تاريخي في موسم مئوية يحافظ على اللقب لأول مرة في تاريخ الكرة التونسية وفي تاريخ تتويجات الترجي التونسي لأول مرة نسخة ثانية على التوالي تبقى في تونس في خزانة الترجي دوري أبطال إفريقيا. مبروك معين تتويج وإنجاز استثنائي ثاني لقب تشامبيونز ليج في ظرف 6 أشهر. الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد لأنه الحقيقة ما كانش سهل التتويج هذا. تشوفوا على باركور كامل تشوف انه الترجي الرياضي التونسي اليوم فوق البوديوم من غير هزيمه. احسن خط دفاع يمكن ثاني احسن خط هجوم ولا احسن خط هجوم. اللاعبين الكل كانوا الحقيقه مركزين على باركور كامل. كانت المهمه صعيبه ياسر لانك انت الفايز انت البطل تلقى كل ماتش تحذير خاص من الادفرسير. كنا مركزين معناها حتى في تنقلات كانت صعيبه ما خسرناش. ومع دعم الجماهير اللي كان موجود معنا في رادس كنا ما نرحموش في دوميسيل. دونك الحمد لله تقعد معناها في التاريخ منقوشه بأحرف من ذهب. جيل كبير ياسر جيل صناع فرحه في عام استثنائي. الحمد لله مبروك علينا. معين نعود للمباراه يعني بما حصل تقريبا توقفت قرابة الساعة يعني لم تكن هناك في الأول قرار واضح هل ستتأجل المباراة هل ستستأنف أم ماذا. يعني شهدنا هدوء أعصاب الترجي أكيد كان مستفيد لأنه متقدم، لكن هذا الهدوء الذي ميز معين شعباني في كامل ردهات هذه البطولة ومنذ العام الماضي كيف عشت هذه الدقائق؟ لأنه بصراحة معين لا نقدر نحكي على الأمور الفنية اليوم بعد ما عشناها في مباراة لأنه الصورة كانت سيئة في مشهد ختامي. المشكل هما رفضوا باش يرجعوا للعب والحكم قبل المباراة حكى مع القائدين الفريقين انه ما فماش فار. ثم بعد هما يحتاجوا على الفار وحبوا يعملوا ريزيرف انه الماتش بدا بالجمعة وفي بالسبت وهما اللي وقفوا الماتش. دونك لهنا يلزمك تتحلى بالاعصاب ويلزمك تكون هادئ. ومن بعد معناها رئيس الكاف موجود. بون امور ادارية هذه ما نحبش نحكي فيها. المهم احنا قدمنا اللي علينا. اليوم مباراة شفتوا الشوط الاول معناها كان ممتاز جدا. كنا رابحين 1-0
معناها في طريق مفتوح ان شاء الله باش ننلو اللقب هذا. من بعد هما الديسيزيون نتاعهم باش ما يرجعوش يلعبوا، كان اختيار منهم هما. مبروك، اتركك هذه مراسم التتويج. الامور هانيه، يضحك الترجي التونسي اخيرا بنجمته الرابعه عاليه غاليه، يبقى كله في التاريخ، تبقى الكلها في التاريخ. شكرا الاخضر. نعود لاستاد رادس، مباراه الماراثون التي انطلقت الجمعه وانتهت السبت، تؤول الى الترجي التونسي بالقانون باعتبار توقف المباراه اكثر من 45 دقيقه مع رفض الفريق الودادي العوده المباراه. الاحتراز اللي قدمه الترجي كان اكثر مقنع بالنسبه للاتحاد الافريقي الكاف، باعتبار ان الترجي ليس مسؤول في قانون الاتحاد الافريقي ان المباراه بدات الجمعه اللي تركز عليها الواك وانها انتهت يوم السبت. الترجي ما عنده حتى دخل لانه الوداد ما رجعش في ال 45 دقيقه، وهذا هو القانون في احد بنود الاتحاد الافريقي لكل قدم على لجنه المسابقات. وقت المباراه توصل 45 دقيقه الحكم يعطي ثلاث مرات في ال 15 دقيقه، مرة أولى، مرة ثانية، مرة ثالثة، تولي المباراة تنتهي آليا بفوز الفريق المتقدم في النتيجة، واللي في الحالة هذه كان الترجي الرياضي. هذه نقطة قانونية، خسارة، هذا رأيي واستنتاجي بعد نقطة القانون، خسارة مباراة بين الأشقاء تنتهي على هذه الشاكلة. هذه ثاني مباراة في تاريخ الشامبيونز ليج ربيع اللي المباراة تنتهي بالتوقف بعد حادثة السبعينات بين تيبي إنجلبرت اللي هو مازيمبي الآن وفريق أشانتي كوتوكو. الستينات شيء و2019 شيء آخر. الاتحاد الأفريقي يسأل عن عدم وجود الفار وتأخر القطعة، بالحق فضيحة كبيرة، هذا لا يسأل عليه لا الترجي الوداد. المعلومة تتواصل، ولكن الترجي التونسي الآن تحسين الحاصل، نقول هارد لك للفريق الودادي، فريق يبقى كبير قطع النظر عن نتيجة اليوم. هل لو كمل الوداد النصف ساعة متاعه، وهذه باش تعمل بوليميك كبيرة في المغرب، هل لو كمل النصف ساعة متاعه كان هو في فترة من الفترات في الشوط الثاني في بدايته متفوق، هل ممكن النتيجة تتغير؟ هل ترجع لصالحه؟ هذا يبقى في علم الغيب. الآن نبقى ودائما هكذا التاريخ يكرم الأبطال، الترجي التونسي يستحق اللقب لأنه فريق عمل 8 انتصارات 4 تعادلات في هذه النسخة الإفريقية، بعد 6 شهور يرجع بطل إفريقيا. في نهاية كان شاحن، في نهاية كان عاصف، في أخطاء تحكيمية من الجانبين. إذا الوداد الرياضي كان في ضربة جزاء وفي زوز أهداف مطالب بهم، فأن الترجي الرياضي كانت له ضربة جزاء في الرباط في دقيقة 51 وضربة جزاء اليوم. هذه هي كرة قدم، لا للفار مستقبلا في هذه المسابقات الإفريقية لأنه تشحن الأجواء وما استفدناش منها، بالعكس عملت مشاكل 2017-2018 و2018-2019 نسخ دوري أبطال إفريقيا، يعني فسدتها الفار على مشاكلها السابقة. هارد لك، حظ أوفر للوداد الرياضي، يبقى دائما قلت نادي عريق ويلعب ثاني فاينل في 3 سنين. الترجي الرياضي التونسي استمرارية نجاح، استمرارية إدارة، فريق كان يقول أنه بطولة نوفمبر هي بطولة المئوية، يلقى نفسه يعاود يرفع بطولة المئوية الثانية في شهر ماي في 6 شهور، إنجاز تاريخي. أول مرة فريق تونسي يربح دوري الأبطال سنتين ورا بعض، ما حققها في تاريخ الكاف ودوري الأبطال إلا النادي الأهلي ونادي مازيمبي والنيجيري إنيمبا. واليوم جاء دور الترجي التونسي في مباراة وقفت بعد ساعة فقط 60 لعبنا من 90 بهدف يوسف البلايلي. إذا الترجي التونسي أيضا يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يربح كأس الأندية البطلة في نظامها القديم بدون هزيمة، 7 انتصارات و3 تعادلات مع فوز البنزرتي في نسخة 94، ثم بعد ربع قرن وفوز البنزرتي على الضفة الأخرى كمدرب للجار الودادي، يربح الشامبيونز ليج ما غير خسارة سون ديفيت ب8 انتصارات و4 تعادلات. هذا الجمهور ممكن بعد ساعات غدوة صباح كيقوم كيفيق باش يعرف قيمة الإنجاز اللي حقوه ولاد الترجي التونسي. الآن طبعا
المباراة في هذه الشاكلة، كيف انتهت، كيف أجريت خسارة لحد دقيقة 60. كانت مباراة ممتازة جدا على المستوى الفني، خسارة هذه أحداث، هذه ظروفها، ولكن كرة القدم تتواصل، على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن يراجع عدة أمور وأن ينظم عدة أمور. فما فكرة أن الفينال يولي يتلعب في بلد محايد، ما نتصورش ينجح، لأنه ما تقدرش الترجي الوداد تلعب مثلا في مصر وتزاير أوكي، لكن مثلا باش تلعب النهائي تعين قبل في لوبومباتشي فيه الأهلي مثلا والترجي والأهلي والرجاء، من سيحضر؟ ممكن الفكرة الأشمل شفتها من زملائي في الاستوديو أنه يا أخي هذا عيب علينا، عيب الشوم، ولكن هذا واقع كورتنا. نتصور من السنة الجاية يا ريت يجيبونا حكام أوروبيين في الفينالات، ويعني خلص إذا ما عندكش، مازال ما عندكش الإمكانية لتطوير التحكيم الإفريقي اللي زاد التين بلة. هالفار هذا الفار اللي كان أسوأ فار، وتعرفوا في كأس العالم وما أدراك، والفيفا وتجربة كأس العالم صارت فيها كوارث في الفار. دونك فما بالك يعني أمنا إفريقيا أو الماما أفريكا. إذن ننتظر تكريم الترجي التونسي بكأس الأبطال للسنة الثانية على التوالي. الترجي اللي تصدر مجموعته على فرق قوية، أورلاندو بيرات، نادي حورية كوناكري، هو فريق بلاتينيوم زيمبابوي، بأربع انتصارات واثنين تعادل ولا خسارة. ثم في الربع النهائي في مباريات الديربي تجاوز الفريق الجزائري الجار السنافر شبيبة قسنطينة المتميز في هذا الموسم الإفريقي. ثم في النصف النهائي قوي مازيمبي، والآن في المباراة النهائية الفريق العريق الفريق الودادي. ثالث مرة بطولات الترجي تمر عبر الوداد، بين 2009 كأس الأبطال العربية و2011 و2019 دوري الأبطال ورابطة أبطال إفريقيا. الترجي التونسي لأول مرة ينتصر على فريق مغربي في 60 دقيقة كورة على الأقل نحكيه، منذ 2011 لما فاز على الوداد أيضا 1-0 هدف هاريسون أفول. ومعلومة من معلومات التاريخ، الترجي التونسي ضد الأشقاء المغاربة يجد صعوبة كبيرة، الرجاء كعبه أعلى على المكشخين باعتبار خسر الترجي معاه شامبيونز ليج وسوبر كوب في الدوحة، ولكن على العكس من هذا كعبه عالي على الوداد، ثلاثة ألقاب في ثلاثة نهائيات. والوداد مرة أخرى رغم المستوى الجيد للفريق المغربي يعجز عن التأهل على فريق تونسي، لأنه في ست مرات لم يسبق للواك أن أزاح فريق تونسي في المسابقات الإفريقية والعربية. خرج في 91 ضد النادي الإفريقي، خسر فينال 99 ضد ليتوال، 2003 في دومي فينال كأس الكوس ضد النجم الساحلي، بخلاف طبعا المناسبات النهائية ضد فريق الترجي. هذا هو صانع الفرق، هذا هو صانع الألعاب المميز جدا السيد حمدي المدب، اللي من 2007 ألقاب بامتياز. كانت المرحلة الأولى للترجي اكتشاف إفريقيا والنجاح الإفريقي القارب ده في التسعينات مع سليم شيبوب، ولكن من 2010 الترجي التونسي خامس نهائي يفوز باللقب لثالث مرة في تاريخه. شفتوا شجرة فيها وتوقفت، هي عصبية كرة القدم، هو التوتر وأجواء كرة القدم، هي في الأخر ديربيات كرة القدم. إذن في انتظار الكأس الرابعة في تاريخ الترجي التونسي، هو معين الشعباني يدخل التاريخ، مدرب 38 سنة يظفر بالرابطة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي. زيدان، زين الدين زيدان، الكرة التونسية، اسمه معين الشعباني. 2018 في 9 نوفمبر، 31 ماي في ليلة بذيلة، ليلة القدر، الترجي التونسي في رمضان يحقق لقب غالي وغالي جدا. هذا هو قلت رئيس الترجي التونسي حمدي المدب، 50 لقب و50 بطولة منذ قدومه 2007 للترجي التونسي. طبعا ممكن نقول انه المباراة على مدى أسبوع الذهاب والإياب الحديث كثيرا، الحرب النفسية كانت من هنا ومن هناك، حرب البلاغات والبلاغات المضادة كانت هنا من هناك. الترجي التونسي فريق يعتبر من أقدم الفرق العربية تاريخيا،
فريق متمرس، فريق جاب عناصر ممتازة بمدرب شاب حقق اللقب. إن كانت بطولة نوفمبر حلم، فإن بطولة 2019 في شهر ماي كانت تقريب. برشا استكثروها، برشا ممكن استبعدوها على الترجي يعاود دوبلي. هنا قوة ليكيب، هنا قوة المونتال، هنا قوة فريق. هو الترجي التونسي ممكن الحقيقة عنده حالة استثنائية، أنه فريق اليوم ربحوا الشامبيونز ليج، نعرفهم المكشخين. غدوة يا سي حمدي الانتدابات، نحبوا نزلوا الثالثة تواليا. هذه هي عقلية الجمهور للترجي التونسي وعقلية إدارته، اللي اللقب الطايح مرفوع، وبالتالي دائما يبغون الأفضل ويريدون القادمة والقادمة كأس السوبر الإفريقي في ديربي آخر، ديربي الترجي والزمالك. على الأرجح حسب المصادر الخاصة المطلعة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ستكون في الإمارات. دور كبير للإدارة، أيضا هناك تهنية للإطار الفني عثمان نجار، مجدي التراولي وصل نجاحات لاعبا ومدربا، الناصر شوشان، الكيني الأسعد، صابر البعزيزي، ياسين بن حمد الكوارجي والطبيب في الترجي التونسي اللي لعب 60 مباراة في ظرف سنة بالضبط. لعب الترجي 60 ماتش في كل مسابقات، التورنوفر يعطي نتيجته. الأولاد كانوا فري في الجولة الأخيرة والجولات الأخيرة، وبدنيا كانوا ممتازين في فينال الرباط وفي 60 دقيقة من فينال رادس. وهذا يرجع في الفضل الإطار الطبي ياسين، والإطار الإعداد البدني صابر البعزيزي، وأيضا الافكتيف الموجود اللي كان للترجي التونسي للحد ان جمهور مكشخة كان يحكي على فريق معين وفريق مجدي. والترجي التونسي على بعد لحظات مباراة انطلقت العشرة متاع الليل في الساعة الواحدة والعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت التونسي من يوم السبت 1 جوان 2019، في مباراة دراماتيكية بظروف استثنائية. المباراة تتوقف اكثر من ساعة، وبعد جدال ونقاش يقر الاتحاد الافريقي برئاسة الملغاشي احمد الاحمد النهاية القانونية التي فسرناها في البداية وفسرها في الخواتيم، ان الوداد رفض 45 دقيقة باش يرجع للماتش، وبالتالي رسميا التأكيد على لقب الترجي الرياضي. يوسف البلالي ممتاز جدا، لاعب استعاد نفسه في الترجي، انضج برشا مقارنة مع الفترة الأولى ومع التجربة الأولى، لاعب مهم جدا للمنتخب الجزائري في الكان. هذه الأجواء، السحور الليلة كان في استاد رادس. يوسف الشاهد رئيس الحكومة كان في نوفمبر يرجع في ماي، والترجي الرياضي التونسي مع فرحة أخرى كبيرة وجديدة ينتصر في دوري الأبطال الكأس الرابعة بعد سنوات 94 2011 2018، العهدة على اللقب الرابع والنجمة الرابعة في المريول في سنة 2019. الثانية من رئيس الحكومة إلى رئيس الترجي التونسي رياض بن نور وليد العارم. قيمة كبيرة للعمل الإداري، عمل احترافي الكاتب العام فاروق كاتو. ممكن فرصة لتكريم مكونات الترجي الرياضي التونسي. هذا احمد الاحمد، والاجواء حقيقه في هذا الفاينل كانت كبيره ومشحونه. المباراه كانت صعبه جدا على الميدان وخارجها. مقاليد الميداليات الذهبيه، هذه الأجواء في استاد رادس في آخر الدقائق. الكؤوس الإفريقية في سنتها الأولى على النمط الأوروبي وبالسيستم الكرة الأوروبية تبدأ في سبتمبر إن شاء الله لسنة 2019-2020، وتنتهي كالعادة في ماي بفينال الأوروبا ليج بتاعنا اللي هي كأس الكونفدرالية ثم دوري أبطال إفريقيا. سنة متميزة جدا الكرة التونسية قبل معركة الكان ومع معت كأس الأمم الإفريقية اللي نتمنى أن الاتحاد الإفريقي ما عادش يعمل فار، ما عادش يعمل فار حتى تتصلح الأمور وتتطور الأمور وتكون عندنا تقنيين في الفيديو ممتازين، ولما لا الاستعانة يا أخويا بالخبرات الأجنبية تفادي لكل أشكال، لأنه ما صار اليوم سيبقى وصمة في تاريخ بطولات إفريقيا والكونفدرالية. آخر شيء قلت سنة ممتازة،
ثلاثة ألقاب للكرة التونسية على الصعيد الإفريقي والعربي. الترجي التونسي دوبل شامبيون دافريك والنجم الساحلي بطل العرب. سنة إن شاء الله تترجم على مستوى وصعيد المنتخب باعتبار تقريب نفس الملعبية المحليين. وطاقم التحكيمي هذا يتلقى ميداليات الذكرى. قاسما مع سامبا وكاميرا ثنائي السنغالي. والمباراة التي انتهت مع صفيرة الحكم قاسما بعد قرار الاتحاد الافريقي انه استنينا اكثر من 45 دقيقة والوداد رفض العودة للماتش. انهى الاتحاد الافريقي استنادا لهذه الفقرة القانونية في 1-0 للترجي الرياضي التونسي. هدف يوسف البلايلي في الدقيقة 41. آدم رجابي الشاب المسكيني الشاب والشبان في الترجي الرياضي الربيع. ثم سعد بكير كوليبالي هدف هام جدا في الرباط هو اللي سهل بطولة. الحارس الاحتياطي الثالث علي جمل. ثم عندنا بقية الرفاق والأسماء. اليعقوبي يرجع باش ياخذ الشامبيونز ليغ في مناسبتين في ظرف 6 شهور. هذا الجيل سيدخل تاريخ الترجي الرياضي. الهوني تقريب أول لاعب ليبي يفوز بدوري الأبطال. هو حوار بين الملغاشي أحمد الأحمد هو الكاميروني دبابة الترجي. هو جدار والدفاع الأول فرانكوم النيجيري جونيور لوكوزا. هكذا هو الترجي تكور جماعتين تلقى روحك بطل إفريقيا. وهكذا يتربى مع معشر المكشخين على الذهب من جيل إلى جيل. طبعا مدام سونيا بشيخ وزيرة الشباب والرياضة تحضر في هذا الحفل الختامي. رامي جريدي في موسم أول مع الترجي الرياضي 4 ألقاب. ترجي ممكن خسر كان السوبر هذا الموسم. فرحة كبيرة أنيس البدري أيمن بن محمد معز بن شريفية اللي كان له دور كبير في الوصول الفينال. برافو معز رجع بحكم المنافسة وبانتداب رامي جريدي. شمس الدين الذوادي الشمو طه ياسين الخنيسي لاعب من الأسماء الدولية. الترجي الرياضي بطل 2019 تغيرت الصورة وتغيرت السنوات ومن أنا البطل يا عيسى صار أنا البطل يا أحمد. أنا البطل يا أحمد. الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا بالنجمة الرابعة للمريول. النجمة الرابعة بفضل 2-1 في المجموع من 150 دقيقة. هدف البلالي أكد الأمور الآن ويؤكد رفع التاج للمرة الرابعة. السوبر الإفريقي سيكون من جديد تونسي مصري بين الترجي الرياضي التونسي ونادي قلعة ميت عقبة نادي الزمالك العريق. هي لحظات الآن من أجل النجمة الرابعة. استاف الكل متاع الترجي محمد أيضا الأسعد لأولاد الكل. ترجي قوته في ستاف انه تقريب حتى المرافقين الملاعبية. يعني لما نشوف انا الدكتور ياسين بن حمد كوارجي ناصر شوشالي امامك كان حارس دولي هو لعب اولمبياد سيول. مجدي التراوي ربح الشامبيونز ليج كلاعب. معين هو قائد تاريخي في الترجي التونسي. وبالتالي هذه التوليفة تعطي النجاح ويواصل الترجي معانقة الألقاب في مئوية باش تبقى في البال. بالفعل مئوية باش تبقى في التاريخ من خلال هذا التتويج الجديد المتجدد المكرر المتكرر لشيخ الأندية التونسية معز بن شريفية. معز بن شريفية وكاس أحمد الأحمد كاس الكونفدرالية الإفريقية كاس الأبطال دوري أبطال وشامبيونز ليج إفريقيا. مركز برشا مع حمدي ويا حمدي يا حمدي بطولتين للتاريخ. الترجي الرياضي التونسي الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا بطل إفريقيا. وديع الجري أكيد سعيد أيضا بهذه الإنجازات للكرة التونسية في ظرف 3 شهور. الأمور هادية الأمور هانية. يضحك الترجي الرياضي التونسي أخيرا بنجمته الرابعة عالية غالية. يبقى كله في التاريخ تبقى كلها في التاريخ. والترجي الرياضي التونسي يتوج رسميا في يوم الساعة
السبت 1 جوان عند الساعة 1:27 دقيقة صباحا في أطول فينال فيك يا إفريقيا، أطول نهائي في تاريخ كأس إفريقيا، يتقدم فيه الترجي التونسي بهدف يوسف البلالي. ستبقى صورة يوسف وستبقى الكأس المرفوعة من أولاد الترجي الرياضي التونسي والكابتن معز بن شريفية. شمام ومعز ودربالي يربحوا دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخهم الكروي. أسماء ستغادر وأسماء ستدشن حل حديقة بها، أسماء عملت واجبها وأسماء ينتظر منها أن تقدم واجبها. هذا هو تاريخ جمعية، تاريخ أجيال، تاريخ أسماء، تاريخ رجال، تاريخ رؤساء، تاريخ ملايين من العباد والأحباء، وتاريخ آلاف من الأسماء اللي لعبت، اللي لونت، اللي لعبت، واللي شرفت، واللي ربحت، واللي ربحت الترجي الرياضي التونسي. مبروك للكرة التونسية اللقب الذي يوضع في خزان الكرة والذي يكتب في لائحة شرف البطولة رسميا، الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا لسنة 2019. الترجي وفرحة التاج، الكاس تبقى في الحديقة با، تبقى في فريق الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله تكون بادرة خير على بعد الشهر من كأس أمم إفريقيا في أرض الكلانة مصر. إن شاء الله بطولة إفريقية نكون نستفاد من دروسها، تتصلح فيها عديد الأمور. الإصلاح يبدأ من الكان لا للفار، أقولها رسميا، اللي عمل برشا مشاكل وبرشا بلبلة في البطولات الإفريقية. فرحة كبيرة للترجي التونسي، مبروك التاج، مبروك التتويج، مبروك الذهب لنادي الدم والذهب. البارحة كان شمام واليوم رفعها معز. هكذا في حكاية فصول وفي حكاية 6 شهور بين الشتاء رجعنا السيف، تعدى فقط ربيع والترجي يواصل في ربيعه الذهبي حصد الألقاب بل أكل الألقاب. هذا الترجي شكله فاهم بالغالط، ملعبية الترجي وستافهم وإدارتهم وجمهورهم فاهمين بالغالط. يا ولدي قلك 100 سنة الاحتفال بلقب 2، مش قلك حقق 100 بطولة في مئويتك يا ترجي كبير. 1-0 تنتهي المباراة في وقتها الغير اعتيادي، في وقت استثنائي، لعبنا الساعة، كورنا الساعة، ولكن في الأخير الترجي الرياضي بطل إفريقيا ويواصل الجينيس بوك. هذا اللقب السابع في تاريخ الترجي قاريا، 4 في دوري الأبطال، 1 في كأس الكؤوس، 1 في كأس الكاف، 1 كأس السوبر، ومع أفرو السوية 8 ألقاب في القارة وفي بطولات إفريقيا وآسيا. للمرة الثالثة سيتواجد في المونديال، المونديال من الأرجح أن يكون سعودي في ديسمبر القادم. التجربة القادمة في المونديال لازم تكون أفضل، وبالنسبة للرياض كأنها البارحة، كأنه حلم، ولكن صدقوني هو علم. الترجي يرجع ويحافظ على كأسه، وكأنها نفس الصور البارح، وكأنها نفس ذكريات 9 نوفمبر. مبروك للترجي والترجيين اللقب الافريقي الرابع في دوري الابطال. والان موعدنا عبر بين سبورتس سيكون في اسبوع الابطال من خلال الشامبيونز الاوروبي، وخاصة على الصعيد القاري من خلال الكان بعد اقل من شهر في ارض الكنانة مصر. في الانتظار هذه تحياتي، وفي الانتظار هذه اخر صور احتفالات نسخة 2019، البارحة في نوفمبر، اليوم في شهر ماي. لحال دوم، لحال دوم، ذهب البارح وذهب اليوم، والترجي يلم الملمة وياكل اللي فمه في موسم افريقيا والماما افريكا. الان نعود للزميل الاخضر بالريش لختام الاستوديو، وقاية سحور يا الاخضر.